يا جماعه الاول اعرفكم بنفسي، انا اسمي يقول لي عطيه، انا مصري عايش في كندا بقالي اكتر من 10 سنين. والحقيقه انا بدات الموضوع من اول، كان زمان ما كانش فيه يعني ما كانش الموضوع بالسهوله دي، الموضوع كان صعب جدا. انا اساسا خريج تجاره عين شمس دفعه 2000، وخريج تجاره وخريج عين شمس عربي، تجاره عربي بتقدير مقبول، ما فيش حاجه فانسي، ما عنديش اي حاجات تعليم، مثلا معيش ماجستير، ما عنديش دكتوراه، ما عنديش الكلام ده خالص. بس كان اهم، كان بعد ما خلصت شغل، بعد ما خلصت سوري دراسه، اشتغلت محاسب فتره، كنت باخد 250 جنيه في الشهر. 250 جنيه فاكر رقم كويس، شغال في مصنع في العاشر من رمضان. وبعدين سبت الشركه دي، وبعدين ابتديت ان انا افتح شويه بزنس تاني، بس ما كانش اونلاين، كان بزنس في مصر. خليك للنهايه بعد اذنك. طبعا في النهايه يا جماعه في كل الاسئله، اي لو في حد عنده اي سؤال للنهايه هجاوب على كل الاسئله. ففتحت كام بزنس في مصر، منهم معرض عربيات، منهم كوفي شوب، وعملت فلوس كويسه في مصر. وبعدين طبعا كنت صغير في السن، وبعدين سبت شغلي، سوري يعني خسرت معظم الفلوس اللي عملتها في مصر، كنت صغير في السن وطايش ومش عارف بعمل ايه، فخسرت فلوسي وسافرت السعوديه فتره. وبعدين من السعوديه ابتديت قدمت على الهجره لكندا، وبعدين رجعت مصر سنتين تقريبا وجيت كندا. لما جيت كندا كنت تعبت شويه من البيزنس، فكره ان انا عايز فكره الريسك بتاع البيزنس ده كان تعبني نفسيا، لان انا كنت عايز فكره ان انا عايز انام بقى مرتاح، يعني كفايه بقى بيزنس وكفايه بتاع، انا عايز اشتغل في وظيفه واخد مرتب وانا راضي بالملاليم دي، بس اعيش مرتاح، اعيش مطمن يعني. وبعدين كندا التعليم فيها مجاني للاطفال، مفيش مشكله يعني، قال التعليم ببلاش، الصحه مجانيه، فما عنديش ازمه المدارس ومفيش كلام. فقعدت سنه كنت باخد، اشتغلت شركه هنا طبعا لما جيت كندا، اشتغلت اي تي، اشتغلت اي تي، لان دراسه اولا عشان اشتغل محاسب في كندا كان صعب جدا عشان المعادلات وي وي وي، فاسهل حاجه تشتغلها في اي بلد تروحها هي الاي تي، لانها شغلانه يعني انترناشونال ما فيهاش اي حاجه. فاشتغلت اي تي وكنت باخد 21 دولار في الساعه. طبعا الرقم ده مبلغ انت ممكن تشوفه لو حولته لمصري هو رقم كبير، لكن هو في الحقيقه مش رقم كبير هنا خالص، رقم عادي يعني، رقم يخليك تعيش كويس عادي، عندك عربيه تكون تدفع ايجار البيت او تدفع قسط شقتك وخلاص على كده، او بيتك وضمن. قعدت بالحال دي سنتين بالظبط، سنتين او سنه ونص تقريبا اعتقد. اخلص شغل الساعه 5، اروح البيت اتفرج نتفليكس، ويوم الويك اند نخرج نروح مول ونرجع، وطبعا المرتب اللي عندي بينزل مرتب هو رايح فين يعني، خلاص هدفع، ادي المورج عندي بيت فبدفع له قسط، ادي المورجج، ادي قسط العربيه، ادي مصاريف الاكل والشرب، ولو بقى حاجه ما بقى الخروج مش بتاع الخروج ومش خروج ممكن ما بقاش خلاص. قعدت كده سنتين وكنت متخيل ان انا مبسوط، بس الحقيقه مش مبسوط يعني، بعد سنتين ما خلصوا انا مش مبسوط، لان انا حاسس ان الحياه مش هي كده يعني، الحياه ما احناش موجودين في الكون هنا عشان نشتغل من 9 ل 5 ونعيش موظفين عند ناس، وعشان ادخل حمام لازم ادخل حمام باذن، وعشان اغيب، وعشان اروح مثلا مع ابني مثلا حفله تخرج او ايا كان الايفنت لازم اكلم مديري، وممكن يقول لي او لا. حسيت ان انا عامل زي سليب، كاني سليب بالظبط، كاني شخص سليب عند عشان اخد الجزء الاكسشينج بتاع الراحه ده. لا انا مش عايزه، انا مش عايز ده، انا عايز ابقى حر، عايز لما اصحى من النوم لو انا مش محتاج اشتغل مش هشتغل، لو انا عايز اصحى من النوم النهارده، لو انا بكره الصبح عايز اسافر هسافر، اخد اسبوع اجازه ام دان خلاص، فريدم، حريه. هو ده المفروض يحصل يعني، الطبيعي انك تبقى حر، الغير طبيعي انك تبقى شغال عند حد وتاخد حمام باذن. فلقيت بس مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل زيكم كده بالظبط يعني، عايز حد يدلني اعمل ايه، لان الفكره على فكره الحقيقه هو الموضوع مش موضوع فكره بيزنس اللي هتكلم فيه شويه، لو دروب شيبنج، امازون دروب، مش عارف ديجيتال ماركتنج، فيتشر كونتر، مش دي القصه. القصه كلها في المنتاليتي، في عقلك نفسه بتفكر ازاي، في المايند سيت بتاعتك. لو خالد الاسئله كلها بعد الويبينار بعد اذنك، هجاوب على كل الاسئله اللي عندكم كلها يا جماعه. قول تاني اللي هيكمل نهايه الويبينار في مفاجاه للناس كلها ان شاء الله. اوكي؟ ففي واحد اسمه توني روبنز، توني روبنز ده اشهر واحد بيعمل موتيفيشن سبيكس في العالم، لو تسمع عنه اسمه توني روبنز. عمل ويبينار، بيعمل هو سيمينارز في اوتيلات في اي مكان يعني، وملي في اليو اس اي. فعمل لقيته عامل اعلان على سيمينار في سان فرانسيسكو. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل سيمينار بيتكلم عن التنميه البشريه من 3 ايام، بتحجز السيمينار وبيبقى فيه اوتيل كبير، اوض محجوزه للناس، وبيقعد يتكلم كل يوم 3 ايام 10 ساعات والافات بيحضروا. طبعا راجل رائع، هو ما زال حد اكتر هذا، هو يعني ماي رول موديل حتى دلوقتي، حد دلوقتي يعني.
حضرت السيمينار ده حجزت ورحت طبعا، يعني كان مش اعتقد كان ب 2500 دولار حاجه كده وقتها، كان مبلغ كبير بالنسبه لي. دفعت بقى بالفيزا ورحت، وده برضه بيجي برضه عامل جزء مهم جدا للشريك حياتك. يعني وقتها مراتي قلت هتعمل ايه؟ هتدفع 2500 دولار تروح تعمل تسمع كلام؟ بس هي وافقتني، انا حاسس ان هي حاسس ان انا عايز اعمل حاجه مش عارف اعمل ايه. فاخدت الريسك ودفعت الفلوس دي، معناها كانت مبلغ كبير بالنسبه لي جدا، ورحت حضرت السيمينار 3 ايام. رجعت من هناك بقى واحد تاني خالص، هو انا دلوقتي يعني رجعت من هناك انا عارف انا عايز ايه، انا عايز انا فهمت نفسي خلاص، انا مش هينفع ابقى موظف وعايز اشتغل، عايز اعمل بيزنس. وعلمني توني روبنز ان الحياه كلها عباره عن اكشنز اكشنز. لو قعدت تحلم من هنا ل 100 سنه قدام، تراست مي هتبقى في نفس مكانك، مش هتتغير. السنه دي اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها تبقى في نفس مكانك او تغيرات طفيفه. مفيش حاجه هتتغير في حياتك من غير ما تاخد اكشن. بيريود. ولو متخيل، وده في ناس كتير متخيله كده، يعني هو دايما عايش ان هو ايه؟ اوكي انا عايش بوظف ومش عارف ايه، بس في حاجه هتحصل في يوم ما، ساعه ما هتغير حياتي. في حاجه انا مش عارف هي ايه؟ هينزل بقى فلوس في السماء، هلاقي فلوس في الشارع، حد مش عارف ايه، اي في حاجه تحصل. دي مش ده مش ده في الافلام بس يا جماعه. ده في الافلام. مش ممكن تحصل، مش بتحصل، بس نسبه قليله جدا، ودي يعني ما لا ينفعش تحط تعتمد عليها اصلا، مش موجوده. مفيش حاجه هتتغير الا لو انت اتغيرت. اختصار شديد جدا. فرجعت عايز اخد اكشن. فقعدت ادور ايه اعمل ايه؟ فكان اول حاجه خالص فكرت فيها ان انا عايز اعمل اونلاين بيزنس، لان انا مش عايز بقى اخد هاسل ان انا اجر مكان وافتح شركه وافتح وموظفين، مش عايز اعمل كده، انا عايز اشتغل حر. عايز كنت برضه في نفس الوقت مش عايز اسيب شغلي، لان في نفس الوقت برضه انا عندي التزامات، عندي قسط عربيه، عندي قسط شقه، بيتي، عندي حاجات كتير، فعايز ابقى يعني سكيور ده. بس بدل ما اخلص شغل الساعه 5 اتفرج على نتفليكس طول الليل او اقعد اعمل اي حاجه، لا اشتغل اشتغل، وبدل ما اخرج في الويك اند في يومين اخرج يوم واحد اليوم التاني اشتغل فيه. انت لازم تضحي، خد بالك، يعني انت عشان تعمل فلوس وتشتغل لازم تضحي في الاول، طبيعي. فدورت لقيت اول حاجه خالص موضوع الدروب شيبينج. اشتغلت، هتكلم عن الدروب شيبينج يعني وكل حاجه، بس المهم اشتغلت الدروب شيبينج شويه. قعدت سنتين تقريبا بستراجل ما بين شغلي وما بين الاونلاين بزنس. بعدين بقى اشتغلت بقى في تريدنج فيوتشر كونتراكت، اشتغل بقى في امازون ديجيتال ماركت، لحد ما ابتديت وصلت مرحله ان انا خلاص دخلي اللي بدخل لي من الاونلاين بزنس قد مرتبي 20 مره. يعني وقت يعني انا باخد 2500 دولار في الشهر ولا 3000 دولار في الشهر، ممكن اعملهم في يومين ثلاثه، ممكن في يوم في واحد. طب ايه بقى؟ طب سبت شغلي وتفرغت للموضوع تماما، والحمد لله الموضوع بيقول معايا. وبعدين فكرت ان انا بعد من سنتين تقريبا، طب انا ليه ما اشرحش الكلام ده للناس في مصر؟ ليه ما اقولش للناس في مصر ان انا عملت الحاجات دي ازاي؟ اوكي؟ فابتديت فكره سي في اكاديمي، ان انا اعمل اكاديميه بشرح فيها. خدوا بالكم الاكاديميه بتاعتي دي انا ما بشرحش فيها علوم نظريه ولا علوم فلسفيه ولا ذات اقتصاديه ولا الكلام ده خالص نهائي. كل حاجه من البيزنس دي انا بعلمك انا بعمل ازاي ده يوم بيوم. يعني هتمشي ورايا يوم بيوم، مفيش بقى بي دي اف واحفظ وسمع لي وكويزز والكلام ده خالص خالص. يا جماعه اي اسئله كلها في النهايه. اوكي؟ فكنت اكسايتد جدا ابتدي الموضوع ده وبداته فعلا. والحقيقه الموضوع ده بالنسبه لي كان بدات ب 10 تقريبا، فاكر انا فاكر كويس قوي اليوم بدات فيه سي في اكاديمي. طبعا ما كانش فيه وقتها سي في اكاديمي، كان عباره عن فكره في دماغي. فعملت اعلان صغير على الفيسبوك كنت بعلمهم دروب شيبينج بس. ابتدى معايا اول ناس دخلوا معايا السي في اكاديمي كانوا بالظبط 5. ما كنتش عامل اي كورس خالص، مش عامل اي حاجه، مش محضر اي حاجه. كل الموضوع ان انا عندي علم عايز اوصله، عندي فكره عايز اوصلها للناس. الـ5 دخلوا معايا، ابتديت اسجل لهم فيديوهات وبعد حتى كنت ببعتها لهم على لينكات يتفرجوا عليها فيديوهات، من غير ما كانش فيه لينك ولا سي في اكاديمي ولا الكلام ده خالص. الحمد لله ابتدى يكبر، ناس تتعلم، ناس تشتغل، وابتدى اعلم الناس بعد كده بقى امازون، ابتدى اعلم ديجيتال ماركتنج، فيوتشر كونتراكت، وعندي قصه نجاحات لا تعد يعني. لحد بالظبط من 3 شهور او 4 شهور تقريبا، ناس في مصر ابتدت بقى الناس في مصر تتكلم عني، الناس قريبه تتكلم عني من غير ما اعرف على فكره. يبعتوا لي انت مين؟ ايه اللي بتعمله ده؟ وابتدوا يكلموني وابتدوا والحكومه فصلت تكلمني، وزاره الاقتصاد وزاره الهجره، وعملوا لي حاجه اسمها هم اللي عاملينها مش انا اللي عملتها على فكره، موقع المبادره. لان مصر لقت ان انا فكره العمل اونلاين او العمل عن بعد
هيوفر للبلد ضغط رهيب. الشباب النهارده اللي قاعدين بعد ما خرجوا من الكليه او الناس اللي قاعدين بدل ما قاعد على الفيسبوك عمال يشتم على الفيسبوك ولا يتفرج على اليوتيوب وكلام فارغ، ما تشتغل اعمل فلوس، هتدخل لنفسك فلوس وهتدخل البلد عمله صعبه بالدولار، الشغل كله بالدولار، فهي وين وين سيتويشن. فمصر ابتدت تشجعني ان انا اخلي الموبايل. طبعا انا كورسات كانت غاليه جدا، هتكلم على الاسعار في الاخر بس هتفاجئ بالموضوع يعني. فلقيت ان البلد عايزه تشجعني وعايزه تبوش مي ان انا اعلم الناس واوصل لاكبر قاعده من الناس، لان في النهايه بنقول تاني الموضوع هيبقى وين وين سيتويشن. هتكلم على المبادره في النهايه بعد ما اخلص يعني ايه البيزنس ده كله، بس هنأجل المبادره دلوقتي وهتكلم عن ايه هنزاي نشترك فيها. بس دلوقتي نتكلم على فكره الاونلاين بيزنس. هنتكلم اول حاجه خالص على الدروب شيبينج، وهو اول حاجه عملتها وهو الحاجات المفضله جدا بالنسبه لي، وهقول لكم بالظبط كل بيزنس من ده محتاج فلوس قد ايه عشان تبتدي فيه، وفي حاجات مش في حاجات محتاجه وفي حاجات مش محتاجه راس مال اصلا. الجول النهارده يا جماعه ركزوا معايا قوي، الجول ركزوا معايا، الهدف النهارده من اخده النهارده ان احنا يبقى عندنا اكتر من انكم ستريم. لما حد يجي يقول لي انا عايز اشتغل دروب شيبنج بس، اقول له لا لا اوعى تعمل كده، لازم تشتغل دروب شيبنج، فيوتشر كونتاكت تريدنج، امازون، ديجيتال ماركتنج، ان اف تي، فوركس، اي حاجه تيجي في دماغك ليجل بتجيب فلوس اعملها. محدش بيبقى ويلثي، فكره انك تكون ويلثي لازم يبقى عندك اكتر من انكم ستريم. ما تعرفش، وحتى الامثال القديمه بتقول لك لا تنمي البيت في صاله واحده، ده حقيقي، ده امثال قديمه، دي امثال رائعه، لان انت ما تعرفش مين فيهم اللي يقف النهارده، مين في اللي ممكن يكمل وهكذا. لما حد مثلا بيسالني يقول لي ده بيجي سؤال كتير، والحقيقه هجاوب لكم على السؤال دلوقتي حالا، لو جبتوا عليا يبقى انتوا فهمتوا انا قصدي ايه. انت بتعمل كورسات ليه؟ حد يعرف يجاوبني السؤال ده؟ يعني انا مثلا النهارده كمثال مثلا في التريدنج روم، ممكن ابعت لكم بتاع النهارده، انا النهارده عامل 14000 دولار في الفيوتشر كونتنت لايف على 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 اليوتيوب، لو محبوب حط له اللينك اتفرجوا عليه. في نص ساعه تريدنج فيوتشر كونتنت عملت 14000 دولار في يوم، في نص ساعه. واحد يقول لي طب انت بتعمل فلوس دي، وعندي اكتر من دروب شيبنج ستور، وعندي اكتر من ليستنج على امازون، وعندي ماركتنج ايجنسي، طب ليه بتعمل كورسات؟ حد يا جماعه ليه يعمل كورسات؟ او ليه عندي اصلا سي في اكاديمي؟ او ليه بقى عملت المبادره دي اصلا من الاساس؟ حد عارف ليه؟ اكزاكتلي حاجتين. والحقيقه اللي بيسالني السؤال ده هو مش فاهم، انا مش عارف ارد عليه، هو مش هو ده ما ده اللي بتكلم عليه يا جماعه، دي بقى اسمها المايند سيت. عقليته لسه عقليه الميدل كلاس، الميدل كلاس، ان هو متخيل ان انا لو انا عندي دخل الحمد لله ومش عايز حاجه تاني. نو استحاله، مش ممكن هتبقى ويلثي وانت عندك دخل واحد، مش هتحصل. والا مثلا الممثلين بيعملوا اعلانات في التلفزيون ليه؟ لعيبه الكوره بيعملوا في التلفزيون ليه؟ محمد صلاح بيعمل اعلانات ليه اساسا؟ هو ناقص فلوس؟ لا، عشان هو مصدر دخل، والحاجه الثانيه بساعد الناس، فهي وين وين سيتويشن. مش عايز اقول انا نايف ابقى انا اصل انا داخل اعمل بيزنس عشان اساعد المجتمع واغير حياه الناس. يا بس في نفس الوقت برضو ان انا عايز اعمل فلوس انكم ستريم، حتى لو قليل على فكره، يعني حتى لو الانكم ستريم اللي بعمله من سيدي كده لا يتعدى 1% من اللي انا بدخله كل يوم، بس ستيل انكم. ما اقدرش اقول لا، ما تقدرش تقول لا. واي حد تاني بيشتغل في الخمسه بيزنس دول عايز يعمل 10 20 اعمل 30 اعمل، اي حاجه تجيب لك دخل اوعى تقول لها لا. اوكي، فالهدف ان احنا ناخد البيزنس از ا هول، مش هنشتغل على واحد منهم بس، على كلهم مع بعض في نفس الوقت. وانا ده الحاجات دي كلها بعملها يوم بيوم، يعني انا بعمل يوم بيوم، وحقيقة انا بشتغل في يوم ساعتين في اليوم ثلاثه في اليوم، ده اخر. طبعا ده مش هيحصل في الاول سوري وانت بتتعلم مش هيحصل في الاول، هتاخد لك سنه مثلا بتتعب مش هتنام، اوكي هتنام اقل شويه، مش هتخرج مع اصحابك على القهوه، مش هتروح النادي، معلش اتعب، انت عايز تعمل فلوس، ما انت عايز تختار بقى انت عايز دلوقتي، هل انت عايز تعمل فلوس وتبقى عندك الحريه الماليه، ولا انت عايز تقعد على القهوه وتروح مع اصحابك وتتفرج على نتفليكس ويوتيوب طول اليوم؟ اتس اب تو يو، ميك يور تشويس. بس بقول لكم تاني، الموضوع ما هوش ايزي ماني، يعني انت متخيل دلوقتي انك هتعمل الكلام ده كله وهتعمل 1000 دولار في اليوم واكتر بعد شهرين ثلاثه وانت قاعد على السرير، مش هتحصل، ده مش مكانك، هتتعب، هيطلع عينك في الاول، بس البي اوف كبير، كبير جدا. اوكي طيب،
اول حاجه خالص هنتكلم على الدروب شيبينج. حتى يا جماعه عنده اي خلفيه عن الدروب شيبينج؟ حد عنده خبره دروب شيبينج؟ سمع عنه قبل كده دروب شيبينج؟ طيب معنى كلمه دروب شيبينج معناها ايه؟ معناها ان انت بتبيع برودكت، منتج، البرودكت ده لما بتبيعه لا تملكه اولا، والمورد هو اللي بيشحن البرودكت ده للعميل بتاعك. يعني ايه؟ اقول لكم يعني ايه. اول حاجه خالص في الدروب شيبينج ماي بزنس او اللي انا بعمله كل يوم، يعني هدفي ان انا ادور على حاجه اسمها ويننج برودكت، ويننج برودكت او منتج ناجح. يعني ايه ويننج؟ يعني ويننج برودكت او مواصفاته يعني ايه؟ بس خليني اخليكم معايا دلوقتي. بس بدور على منتج ناجح، المنتج ده لما بلاقيه بدور على السبلاير او المورد بتاعه اللي بيبيعه كجمله، وبقول له اوكي يا سبلاير انا هعمل اونلاين ستور، هعمل اونلاين ستور وبعد اذنك. السبلاير مثلا بيبيع ب 2 دولار مثلا رقم، يعني انا هعمل اونلاين ستور واحط البرودكت بتاعك ده عندي على الستور بتاعي باي ثمن بقى، انا حر احطه بقى ب 50، احطه ب 70، احطه بمليون، مالكش فيه. بس في المقابل لما يجي لي سيل، لما حد يدخل عندي الستور بتاعي ويشتري مني البرودكت ده، هبعت لك عنوان العميل ومكانه وانت تشحنه له. بكام؟ ب 2 دولار ونص بالشحن. اوكي ديل. فانت عملت ستور ببرودكت ما تملكوش، ما دفعتش فيه حاجه خالص ولا مليم، زيرو. انت بس حاطه عندك على الستور عندك بصوره وبالديسكربشن بالحاجات دي، ولما بيجي لك سيل المورد هو اللي بيشحن البرودكت بتاعك للعميل وانت خدت فلوسك، اند ذاتس ات باختصار. طيب نبريك ات داون، نبريك ات داون. اول حاجه خالص يعني ايه ويننج برودكت او ايه منتج الناجح؟ الراجل يا جماعه في الدروب شيب طبعا بنتكلم عن يعني اونلاين ستور، يعني اونلاين ستور يعني مثلا وان سكند كيمرز ده مثلا، ده واحد من الستورز عندي، ده بتاعي اونلاين ستور، بيبيع فيه اي حاجه انت عايز تبيع فيها بقى، طلب بيع حتى رجلي حر. فكره البيزنس بتاعي في الدروب شيبنج ان انا مش عايز اعمل براند نيم، ما بعملش براند نيم، ما بعملش جوميا، ما بعملش امازون، ما بعملش الكلام ده خالص. كل الفكره ان انا بدور على سوري على برودكت او منتج يكون اوريدي بيتباع، منتج يكون الناس حباه دلوقتي، دلوقتي حالا في الشهر احنا فيه دلوقتي ده. يكون ايه بقى؟ اي دونت كير. يكون هو البرودكت ايه؟ يكون اي دونت كير، طالما حاجه ليجل، حاجه الناس حباها دلوقتي وبيتباع منهم عدد كبير، مثلا 1000 بيس في اليوم، 2000، وات ايفر. طبعا مشروع في الكورس ده تعرف الحاجات دي. كل دوري ان انا ادخل الماركت اخد جزء من الكيكه دي، اخد مثلا 20 سيل في اليوم، اخد 10، ايا كان الرقم، لانه اوريدي البرودكت ترند. زي مثلا انا اخدت فتره مثلا لما كان حزام التخسيس ده كان موجود من 4 سنين، ده كان ترند رائع، طبعا الوقت اتشبع خلاص، دخلت الماركت خدت منه جزء وكان رائع. قعد فتره مثلا ترند البرودكت بتاع مثلا حاجات اللي هي الويكس والحاجات بتاعت اللي هي الانتي ايجنج ماشينز، خدت منها جزء وعمل ترند، وكان سمفايز كان مكسر الدنيا، كنت بعمل بال 50 سنت في اليوم وساعات اكتر. اوكي دي الفكره. بس سؤال، طب انا باجي برودكت منين؟ يعني بعرف منين هو ويننج؟ هعرف منين انا دلوقتي؟ هعرف منين؟ اقول لك هتعرف منين لما اقول لك هنعمل اعلانات ازاي وهنسوقه ازاي، هتعرف هنعرف منين. بس البرودكت ده مهم جدا يكون فيه حاجتين رئيسيين لازم توفروا فيه، مهم جدا جدا، لان مش هينفع بيه اي حاجه. اول حاجه خالص ان يكون بروبلم سولفنج، مش عارف اكتب يا جماعه سوري الماوس مش عارف ايه، بروبلم سولفنج يعني يكون برودكت بيحل مشكله. يعني مثلا زي حساب التخسيس ده برودكت بيحل مشكله، زي حاجات تجميل بيحل مشكله. ليه بيحل مشكله؟ ليه انا عايز حاجه بتحل مشكله؟ لان انا لما اجي اعمل اعلانات بعد كده على السوشيال ميديا وفي اعمل كامبينز، لما يكون عندي برودكت بيحل لي مشكله انا هعرف اسوقه حلو، هعرف اعمل هوك حلو. لو حد سامع يعني ايه معنى كلمه هوك؟ الهوك دي اللي هي بتبقى اول 5 ثواني لو اعلان مسموع، اول 5 ثواني اعلان مرئي، اول سطر في الاعلان لو مكتوب، اللي بتشد الناس. لو خدت بالك من اي اعلان في التلفزيون هتلاقي دايما اول 5 ثواني دي في حاجه تشد لازم، او في الراديو او في اعلان في الفيسبوك ايا كان، لازم في حاجه اسمها هوك تخليك تشد وانت بتعمل سكرول على الفيسبوك
اول كلمه تشدك. مش هعرف اعملها لو البرودكت ده مثلا لو بيع جزمه. اصل ايه اللي يخلي حد يشد الجزمه عشان يتفرج عليه؟ لكن لو انا عندي مشكله وهقول لكم ازاي هبقى نوصل الناس بالظبط اللي محتاجين المشكله دي حلها لهم بالظبط، نوصل لهم سبيسيفيكلي. لو انا عندي برودكت بيحل مشكله هعرف اسوقه بسهوله جدا، هعرف اعمل له هوك يشد الناس بسهوله جدا. الحاجه الثانيه ان يكون برودكت ايموشن اتاش، يكون برودكت فيه تقدر تتكلم مع الناس بمشاعر. زي التخسيس مثلا، زي التخسيس ده اي حاجه تخسيس عموما فيري ايموشن. اي حد عايز يخس او مثلا حد عنده كرش مثلا، لو شاف ان في برودكت حلو جدا بيخسس هيتشد ان هو عايز يبقى عنده 6 باكس، عايز يروح جيم وعايز يروح ساحل ويلبس مايو، فمش عايز يبقى بكرش. ايموشن واحده مثلا طلعت لها تجاعيد، فلو شافت مثلا برودكت بيشيل التجاعيد في خلال يومين او يوم ايموشن عايز تبقى حلوه. منتجات الاطفال، لو حاجات مثلا سيفتي الاطفال فيري ايموشن، اي حد عايز عياله يبقى سيف. منتجات البيتس الدوجز، وهنتكلم مش هبيع لمصر هقول لكم بيعني ايه بالظبط. فيري ايموشن، انا عندي كلب وممكن بحبه جدا، بحبها يا بنت حقيقه دوج بيلا، بس ممكن اشتري حاجات عشان بحبها. اوكي دي حاجات الايموشن. طيب لقيت البرودكت ده في كل المواصفات، ايه بعد كده ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انا بدخل اعمل ستور على شوبيفاي. شوبيفاي دي هي اكبر اي كوميرس بلاتفورم في العالم، وبمناسبه هي شركه كنديه مش امريكيه، شركه كنديه وجنبي جدا مش بعيد يعني حوالي مثلا 10 كيلو من بيتي. اوكي بعمل ستور ده مثلا عن طريق شوبيفاي، بعمل ستور عن طريق شوبيفاي، والستور ده عن طريق من جوه شوبيفاي بقدر اعمل سيرش او ابحث على البرودكت ده ايه اللي انا لقيته موجود وعجبني وبيتباع وترند، واشوف مين السبلاير اللي بيبيعه واللي هم كلهم منين؟ من الي اكسبرس، من الصين. الي اكسبرس لو حد سمع عن اكسبرس هو اكبر موقع صيني هو علي بابا للمنتجات عموما. واحد يقول لك ايه الصين يا جماعه منتجات مش حلوه؟ لا فيها كل حاجه، الصين فيها الحلو وفيها الوحش، فيها الغالي فيها الرخيص، فيها كل حاجه. والهدف الاساسي من الي اكسبرس ان هو البروفيت مارجن بتاعه رهيب. يعني انت ممكن تلاقي مثلا برودكت بيتباع مثلا على ستور ما زي الستور بتاعي مثلا ب 40 دولار سوري هو بيتباع اكسبرس ب 3 دولار مثلا. واحد يقول لي طب اوكي، طب هو اللي هيشتري منك، طب ما يشتري من الاكسبرس صح؟ ليه يشتري منك انت ليه؟ ما هو يشتري من الاكسبرس، او يشتري منك انت ليه؟ ما انا ما اعرفكش. يعني مين كاميرس ده مثلا؟ يعني لو انت حالك جالك اعلان على الفيسبوك بسايت اسمه كاميرس بيبيع مثلا اي حاجه، بيبيع البتاع ده مثلا كاميرا زوم دي مثلا، ليتس سي مثلا حاجه تليفون دي وب 900 دولار، هتشتري؟ مش هتشتري؟ هقول لك ليه؟ مش هتشتري، انت في مصر مش هتشتري، اتحداك حتى لو الفلوس دي معاك قدها 500 مره مش هتشتري برضه، لان انت ما تعرفوش. وهقول لكم انا ببيع لمين وهقول لكم السبب ليه انت مش هتشتري. اوكي؟ فلو دخلنا مثلا بصينا على شوبيفاي لا اعتقد ان انا نسيت الباسورد بتاعه. لحد ما يفتح عن طريق شوبيفاي موجوده تمام، عن طريق شوبيفاي جوه هنا ده شوبيفاي. طبعا يا جماعه شوبيفاي ده موقع او ويب سايت او بلاتفورم بنعمل عن طريقها ويب سايت ستور زي اللي عامله ده، ما بياخدش معاك. انا مشروع في الكورس ممكن تعمل ستور كله في ساعات، لا محتاج خبره في الديزايننج ولا خبره في ايا كان، الموضوع كله ايزي دراج اند دروب فيري فيري، يعني الموضوع كله سيمبل كده مش محتاج حاجه خالص. وازاي تعمل لوجو كل ده مش كله موجود ايزي ايزي. طيب عن طريق شوبيفاي في حاجه اسمها جوه شوبيفاي حاجه اسمها ابس، من الابس دي في اب منهم اسمه اوبيرلو. وبرده ده بيوصلك بالسبلاير اوتوماتيك. فليتس سي مثلا انت عايز لقيت مثلا برودكت مثلا بيتباع حلو وعايز تدور عليه تشوف بكام، ايا كان بقى انت اكتب مثلا بيلت اي حاجه سيرش شوف هو بص بتوصل بايه؟ بالاكسبرس. كل دول برودكت موجوده في الاكسبرس. بص يا جماعه بسنت 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 وحاجات ايه اسعار ما عليك. عجبك واحد فيهم
ممكن حاجه الاثنين، ممكن تعمل اد اون بورت ليست، او ممكن تاخد تعمل كليك عليه وتدوس على وتتفرج عليه جوه اليكسبريس نفسه وتشوف الشيبنج طبعا مشروح في الكورس تختار ازاي وهكذا. anyway let's say لو عجبك بص وان كليك هتعمل اد اون بورت ليست. هنا عندك في اون بورت ليست هتلاقيه موجود ظهر في الامبورت ليست او موجود، ممكن بكليك واحده طبعا ده بتوصل للستور بتاعك. لو عملت امبورت ستور ذاتس ات، ذاتس ات ايزي، بقى عندك الستور موجود هنا، برودكت موجود. طبعا بندخل بقى جوه البرودكت بنعدل بقى الصور وبنعدل الديسكريبشن وبنعدل ما اعرفش ايه ونحط السعر بتاعنا. عايزين نحط $100 انت حر طبعا، تسعير ده مشروح في ذات سعره والقصه كلها مش المهم. لما بيجي لك سيل، لما بيجي لك سيل طبعا شوبيفاي دلوقتي البرودكت اوريدي مربوط بالسبلاير ده. فلما بيجي سيل لسه مثلا انت الحزام ده مثلا $2 هنا وانت حاطه مثلا عندك في الستور بتاعك مثلا ليتس سي لازم اروح فين؟ تخيل لسه محمل ولا لسه اي دونت نو ليتس سي اروح فين؟ اعتقد هو ده تخيل ايه هو ده اي ثينك تدخل على الستور البرودكت طبعا هنا هتغير، بنغير بقى ديسكريبشن وبنغير التايتل وبنحط صور وبنعدل صور وات ايفر وبتعمل له اكتف سيف وهيبقى لايف على الستور بتاعك في خلال ثواني من ناو. ممكن حتى تشوفه على الستور بتاعك. ادي البرودكت بتاعك، ادي الحزام. طبعا انت بتغير السعر، بتغير السعر انت عايزه، بتحط السعر انت عايزه. ممكن تحط مثلا هنا 20 100 500 انت حر. طبعا التسعير ده ليه قواعد مشروحه في الجزء. لما بيجي لك سيل كل اللي بتعمله انت مثلا بعته ب $14 هو على مثلا ب $2. لما بيجي لك سيل تدخل على هنا حاجه اسمها اوردرز وبتختار البرودكت وبتعمل له فولفيلمنت وتدفع الدولار بتاعك او $10 للسبلاير من عن طريق شوبيفاي بالكريدت كارد $2 وات ايفر، واوتوماتيك بيانات العميل بتتحمل من شوبيفاي للمورد، بيعرف ان فلان مثلا من نيويورك اشترى عنوانه كذا كذا وتقول كذا كذا اشترى كذا. انت خدت فلوسك في الاول في جيبك وبعدين دفعت المورد فلوسه وهو اوريدي استلم بيانات العميل هيشحنها له. طب السؤال الاهم اللي تاني بيجاوب عليه في دماغ اي حد دلوقتي، طب هو هيشتري مني انا ليه؟ طب انا ببيع لمين؟ وبيع لهم وبيع فين وازاي؟ مش فاهم حاجه. طبعا اول حاجه يا جماعه خالص، احنا بالنسبه للدروب شيبنج احنا بنبيع لاربع بلاد بس، بنبيع لاربع بلاد فقط لا غير، هم يو اس اي، كندا، يو كي، انجلترا، استراليا. That's it. ما ببيعش لاي بلاد ثانيه في العالم، لا مصر ولا الهند ولا باكستان ولا ماليزيا ولا اي بلد ثانيه ولا دبي ولا هو اربع بلاد دول. ليه؟ لما اقول ليه هتعرف هم ليه. انت ليه مش هتشتري؟ انت ليه مش هتشتري حتى لو البرودكت ده انت حابه؟ لسببين مهمين جدا. اول حاجه خالص سكيورتي. يعني ايه سكيورتي؟ نو بس الاربع بلاد دي. يعني ايه سكيورتي؟ سكيورتي طبعا سكيورتي موجود في بلاد ثانيه، بس المهم جدا في الاربع بلاد دي ايه؟ ان لو انا حالا شفت برودكت مثلا موجود ب $70 نو المانيا نو فرنسا نو ب $70 ودخلت دفعت $70 دول للستور اسمه اوتلت والبرودكت ما جاليش بعدها باسبوع، ما جاليش مش عدى شهر وما جاليش، هروح مكلم البنك بتاعي وانا عايش في كندا حالا، اكلم البنك بتاعي لو سمحت انا اشتريت برودكت من ستور الفلاني ودفعت $70 وما جاليش. البنك هيسالني سؤال واحد بس، هل انت متاكد ان البرودكت ما جالكش؟ وهل ده ضمن الشروط بتاعه الشحن وهكذا؟ اقول له اه عدت وما جالكش. اوكي اون ذا سبوت وانت مع التليفون هيرجع لك فلوسك وانت على التليفون، خد بالك وانت على التليفون معاه مش كمان يوم ولا اثنين ولا كلام ده مش عارف عفاف الدور السابع، وانت مع التليفون هيرجع لك فلوسك وهيقول لك اوكي هنعمل تحقيق في الموضوع ونشوف. لو الموضوع فعلا اثبت ان انت فعلا حاجه ما جاتلكش خلاص تمام يو جود، لكن لو اثبت ان انت يعني تحيلت او حاجه زي كده يبقى في مشكله كبيره وهنرجع فلوس وهتدفع مصاريف التحقيق والكلام ده كله وهتحط في بلاك ليست مش حلوه، انت كدبت. اوكي ريجاردلس بقى انت اتسحب منك قد، انا اتسحب مني، انا سرق مني كريدت كارد مره $2500 يعني صحيت من النوم الصبح لقيت في حد دخل كريدت كارد بتاعي ب $2500. كلمت البنك
وعمل ترانزاكشن ما اعرفش كان اشتري حاجه لمين كده حاجه موقف مش عارف اي بلد ما اعرفش. كلمت البنك قلت لهم انا حد دخل الاكونت بتاعي ودخل كريدت كارد واشترى كذا مش انت؟ قلت له مش انا مش عايش في الدرجه. المهم وانا معايا التليفون راح مرجع ال 250 في حسابي مع ان الشخص اللي سرق الكريدت كارد سحب فلوس اوريدي يعني اشترى بيها اصلا خلاها. البنك مالوش علاقه بالكلام ده، البنك بالنسبه له العميل الاول الاول. رجع لي فلوسي وانا مع التليفون وانا على التليفون معاه وعملت قالي وكيف القصه برضه هنحققها ونشوفه خلاص ورجع طبعا قفل الكريدت كارد وبعت لي واحده جديده بعدها باسبوعين وخلاص خلصت ايزي ستيبس. فانا مش قلقان من حاجه. لو دخلت على ستور ما اعرفوش مش مهم عندي ان انا هعرف اجيب فلوسي ازاي. الاهم بقى من السكيورتي كمان الاهم والاهم جدا كمان الكالتشر الثقافه. المشكله او الميزه في الاربع بلاد دي مهمه جدا طبعا مش بس في التركيب بس انا ركز على اربع دول مهمه جدا بالنسبه لي بسموهم الفور بيج. المهم فيهم ان الشخص صادق الى ان يثبت العكس. كلمه ان الشخص نصاب دي مش موجوده في قاموسهم. يعني ان انا اسيوم ان انا الفلان ده بتعامل معاه مره اعرفه ما اعرفوش ان ده نصاب ده مش موجود في قاموسهم اصلا. انت قلت حاجه فانت صادق. ستور على فيسبوك ما اعرفوش جود ستور ما انا ما اعرفش انه حاجه وحشه يبقى اقول انا نصاب ليه؟ لا اسكت. عكس الميدل ايست العكس. ودي انا قابلتني وتعبت منها. انا مصري فانا جايب الثقافه دي فاي حد نصاب ايه اللي طبعا قابلتني في الاول طبعا لحسن المورد اللي في الصين ينصب عليا لحسن ما اعرفش مين ينصب عليا الحق ده نصب. كلمه النصب دي لبانه بقنا ده حقيقي وده فيري باد. المفروض العكس شخص صادق الى ان يثبت العكس. ده المفروض طبيعه البشر يعني المفروض anyway. فبالتالي لو مايك اللي عايش في نيويورك سيتي او عايش في تورونتو مثلا بيدور على حسام تخسيس مثلا وشاف ويب سايت اسمه ذا اوتلت اعلان على الفيسبوك جاي له ان في حزام تخسيس حلو جدا ودخل الاعلان حلو الاعلان شده دخل على السايت لقى سوري الحزام حلو وعجبه الحزام وعجبه الصور واقتنع تماما هو ما عندوش مشكله ان هو يطلع 15 دولار يدفع حزام مع العلم ان هو ما يعرفوش بس هو من جواه مش قلقان لان هو مش يعني ثقافته هي ده اسيوم ان الشخص ده نصاب او مش خالص هو شخص كويس تمام وعنده مشكله سكيورتي لو حاجه ما رجعتش هجيب فلوسي تاني ايزي ميزي مش اي مشكله. وكده دليل على كلامي عشان ممكن اي حاجه بقولها هنا بقولها عن تجربه يعني مش بفتي يعني انا كان لي 10 سنين بشتغل في القصه 10 سنين فكل حاجه في دماغك انا جربتها. انا مثلا كنت في مصر من فتره حوالي 4 سنين تقريبا وكان وقتها كان الايربود كان منتشر جدا في مصر اللي هو بتاع الايفون ده ناس كتير حاطاه في ودانهم وماشيين في الشارع ودايما حاطين واحده بس مش عارف ليه وماشي يعني هو ماشي بيتكلم مع اصحابه وحاطها في ودن ما اعرفش ليه. وانا عارف ان الايربود ده غالي وده ايفون وغالي لما رجعت قلت لما في مصر معاهم ايربود ده واتباع بالمنظر ده طب انا لو عملت واحد جبت واحد من الصين بس واحد شكله حلو ويكون ووتر ريزيستنس واشتغل اندرويد وناس في مصر معاها اندرويد وعملت مارك عملت ستور وعملت ماركت بقى لمصر وقطر والبحرين والسعوديه ناس من الخليج دول اللي معاهم فلوس فهكسر الدنيا. كلمت سبلاير بعت لي ايربود مالهاش حل معايا حد دلوقتي على فكره احلى من ايفون 100,000 مره بس ما بحبهاش اساسا. وعملت ستور شكله تحفه وشغلته وعملت اعلانات وابتديت وعملت تارجت لمين؟ لمصر قطر بحرين السعوديه الامارات الامارات. خلال ثلاث ايام جالي كميه ترافيك مش طبيعيه. ناس داخله السايت مش طبيعي من هنا للسنه الجايه. ان يجي لي سيل واحد مفيش سيلز اصلا. ليه؟ كل اللي داخل يبعت لي مسج مثلا يسال ايميل والله شفت هذا الايربود بس شفته والله شفته على الامازون ب 10 دولار وانت تبيعه ب 25 يا شيخ كلام منك. مع العلم ان بتاع هلا والله ده مثلا الكريدت كارد بتاعه ممكن يكون فيه 50,000 دولار مثلا للسيل والايربود ب 20 دولار يعني هو معاه فلوس كتير جدا مش فارق بس هو ما يقدرش ثقافته خايف يتنصب عليه ما يعرفش ده ما يعرفش مين ستور ده انا ما اعرفش انا مش مش موضوع فلوس. مايك اللي عايش في نيويورك الكريدت كارد بتاعه ممكن فيها 200 دولار بس ويشتري حاجه ب 50 عادي لو هو عايزها مش قلقان من حاجه. كالتشر مش فارق سكيورتي مش فارق هلا والله اللي معاه 200,000 دولار لا يفرق معاه حتى لو 2 دولار مش هيدفعها يكون نصاب
كلتشر. فدي اي حد هيعمل حاجه غير انا بقولها طبعا الناس بتيجي تقول لك ايه ناس مسؤوله عندي الافات انا عايز اجيب ستور اعمله ابيع منتجات مثلا من مصر ابيعها في كوالالمبور اي ما اعرفش عايز تعمل البيزنس اعمل ده انا بقوله بالظبط لان ده محقق نجاحات وده شغلي. فلو عايز تطبق اللي انا بقوله من غير ما تحط تاتش بتاعك يا ريت، وبعد ما تنجح بقى وتعمل فلوس عايز بقى تجرب تبيع بقى لبلجيكا تبيع مش عارف ايه تجيب من الهند تحطه في الصين تبيع من الصين بقى اعمل اللي انت عايز تعمله. لكن في البدايه لازم تستيك ان انا بقوله بالظبط من غير ما تغير اي حاجه، لان دي عندي مشكله كبيره جدا في مصر الناس ما بتسمعش، كل واحد عايز يحط تاتش بتاعه. ده مش هينفع يا جماعه في البيزنس. انت عشان تحقق نجاح لازم الاول تكوبي. انا عملت كده في جماعه في الاول، انا عملت كوبي من واحد ناجح اللي هو بيعمله بالظبط. ايه الريسبي ايه القصه عشان ازاي عمل واحد عملت زي واحد اثنين ثلاثة بس كده عملت فلوس. انا بقى ممكن اغير بقى اجرب بقى حاجات جديده مع اللي شغال اوريدي ولو نجحت تمام، لكن في النهايه ما تغيرش اي حاجه. فالدروب شيبنج انا ببيع من الصين لاربع بلاد ذاتس ات. اي حاجه بره الكلام ده كله مش بتاعتي. فمحدش حد يسالني سؤال يقول لي انا عايز اجيب مثلا عندي مصنع في العاشر وعايز ابيع المنتجات في بني العسل، ما اعرفش. اي دونت نو. ده مش شغلي، ده شغلي. ده اللي بتكلم فيه دلوقتي حالا. طيب لقيت البرودكت وعملت الستور، طيب هعمل ماركتنج ازاي؟ هجيب عملاء ازاي؟ في الاربع بلاد دي ماشي هجيبهم ازاي؟ عن طريق فيسبوك انستجرام وتشد هما واحد. طبعا ماركتنج بتاع الدروب شيبنج ده قصه كبيره جدا مشروع في كورس ده يعني موديول ضخم جدا جدا جدا. لكن السوشيال ميديا دي يا جماعه مش متخيلين قد ايه افكتيف. طبعا ماكس كبروج لما جه عمل الفيسبوك والانستجرام او الفيسبوك اكشلي ما عملش انستجرام هو اشتراه. لما جه عمل الفيسبوك ما كانش هدفه ان هو عايز يعمل سوشيال ميديا بلاتفورم، لا هو كان عايز يعمل ماركتنج بلاتفورم على شكل سوشيال ميديا بلاتفورم. فيعمل ايه؟ عشان المعلنين اللي زي حالاتي لما يدخل يعمل اعلانات يقدر يتارجت الناس فيري سبيسيفيكلي. ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها بيكسل. فيسبوك انستجرام جوجل في حاجه اسمها بيكسل. ايه البيكسل ده؟ ده عباره عن الجوريزم بتقرا كل حاجه بتعملها على الديفايس اللي متوصل بالفيسبوك او الانستجرام او اليوتيوب بتاعك. كل حاجه تدخل على سايتس ايه، تتفرج على ايه، تعمل لايكس لايه. ده في بعض الاحيان بيقدر يعرف يور لوكيشن، الناس راحت سو فار. ممكن يسمع انت بتقول ايه، انا مش ان هو يسمع دي انا ما اعرفش، بس في ناس قالت كده انا بس المهم هو بيقدر يعرف يعمل كل حاجه. فلو مثلا ناخد كمثال مايك اللي في نيويورك كان عايز مثلا عايز يخس. مايك كل ما بيشوف حاجه على الفيسبوك دي علاقه بالتخسيس بيعمل لها لايك، بيدخل يعمل سيرش على اليوتيوب على فيديوهات تخسيس. وهو عمره مثلا من هو مان مثلا عمره مثلا من ليتس سي عنده مثلا عنده 39 سنه وعايش في نيويورك وعايز يخس. فالفيسبوك شاف ان هو مايك عنده 30 سنه وان هو بيحب التخسيس، كل حاجه تخسيس وبيشوف مش عارف ايه وهكذا. اجي انا بقى كمعلن عايز اعمل اعلان على الستور بتاعي اللي بيبيع حزام التخسيس، اقول للفيسبوك والانستجرام والله بعمل كامبين، والله انا عايزك الاعلان ده يظهر لاربع بلاد دي يو اس اي كندا يو كي استراليا بس، وعايز يكون مان ميل اور فيميل ست او راجل مش فارق، والعمر مثلا يكون مثلا ليتس سي مثلا من 21 ل 60 مثلا، وان يكون مهتم انترست مهتم مثلا لوزينج ويت، مهتم مثلا ببيوتي وات ايفر ايا مش هروح في كورس تفاصيل بس مهتم بالحاجات دي. فيسبوك هيعمل ايه؟ هيروح باعت الاعلان بتاعك لمايك، مش هيبعته حد تاني. يعني مثلا انا كان في مصر كان عندي معرض عربيات كنت بعمل اعلانات الاهرام كل جمعه زمان، الكلام ده كان 2004 مش فاكر 2003 حاجه قبل كده على فكره. كنت بدفع في الاسبوع 3000 جنيه طبعا كان رقم رهيب وقتها عشان احط في اهرام السيارات. لو حد عارف حد كبير شويه فاكر اهرام السيارات زمان كانت تيجي صفحتين كبار للعربيات بس عشان احط سطرين مكتوب عليهم المعرض بتاعي وكان اسمه عربيتك المعرض. عربيتك ما اعرفش ايه، اشتري عربيه ما اعرفش ايه، وتليفون اهو. طب مين بيشوف الاعلان ده؟ مين اللي بيشوفه؟ الناس كلها، البواب والنجار والسباك والشارع وجبتك وخالتي وخالتك. طب انا عايز الناس دي كلها؟ لا، انا عايز الناس اللي عايزين يشتروا عربيه. هل ده كان متاح زمان؟ ما كانش متاح، بقى متاح دلوقتي. الفضل بيرجع لمين؟ ماكس زوكربيرج. لان قدر يوصلني
ان انا اوصل للشخص اللي انا عايزه بالملي. وجربوا يا جماعه دلوقتي، احنا ادخل مثلا على فيسبوك او يوتيوب ايا كان، اعمل سيرش على اي حاجه، اكتب دعوه اطفال، اكتب تجميل، اي حاجه، واستنى بس ساعه، هتلاقي الفيسبوك بتاعك ده بقى كله اعلانات عن التعليم سيرش. خلاص حطك في الكاتيجوري دي، فاي حد بيعمل اعلانات هيوصل. طيب ايه بقى الكوست بتاع دروب شيبنج؟ بيكلف قد ايه دروب شيبنج؟ دروب شيبنج بيكلف كالاتي. اول حاجه خالص شوبيفاي اشتراكها الشهري $29 اوكي، بس بيديك 14 يوم فري، فبتاخد 14 يوم مجانا من شوبيفاي. وميزته ان انت ممكن تكنسل قبل ال 14 يوم، تفتح واحد تاني ان شاء الله 100 مره مفيش مشكله، بس طبعا كل مره بتكنسل اللي عملته كله راح، يعني كل حاجه عملتها راح. فده حلو قوي في الفتره اللي انت بتجرب وتدرب وتدرس وتشوف، حلو قوي انك تعمل القصه دي 14 يوم فري، اشتغل عليهم وبعد ما تخلص وهكذا. لكن اول ما هتعمل ستور خلاص وتشتغل وتتظبط لازم تدفع ال 19 في الشهر، ايه كوست البيزنس. حاجه تاني الدومين، دومين هو اسم الستور www كذا، زي مثلا كيمبريدج.com زي امازون ايا كان. تمن كام الدومين؟ اولموست $14 في السنه. طبعا بنشتريه من شوبيفاي، كل حاجه هو شوبيفاي، ولا من جو دادي ولا جو مامي، هو كل حاجه من تريش ب $14 في السنه. دي مصاريف الدومين. ثلاثه لوجو، طبعا لوجو انت عايز تاير سمون يعمله لك، انا شارح في الكورس ازاي تعمله بتول فري مش محتاج فلوس خالص، فده مش مكلف حاجه خالص. الاهم بقى، الاهم من كل ده كله الماركتنج، هصرف كام على الماركتنج عشان اجيب سيلز، عشان اجيب بيع مبيعات. الماركتنج للدروب شيبنج نوعين، اول حاجه خالص او مرحلتين، مرحله التستنج ومرحله السكيلينج. سكيلينج يعني ايه تستنج؟ نفترض انت ليه برودكت اسمه ايه، في كل المواصفات وبروبلم سولفينج وات ايفر. قدامنا ساعه تقريبا كده، نص ساعه خلاص باذن الله. اوكي، في كل المواصفات انت عايزها بس، وحلو وبتبيع وكل حاجه، هل منطقي ان ناخد البرودكت ده كده اروح واخده وعامل بيه اعلانات على طول واصرف عليه $1 في اليوم؟ ما ينفعش، ما تعرفش، ممكن يخسر، ما تعرفش. في يعني ممكن جدا برودكت يكون ناجح بيتباع كويس ما يتباعش معاك، وارد، اسباب كتير، ممكن يكون الستور بتاعك مش حلو قوي، طبعا ده بنحاول نتجنب ده، بس وارد. فالاحسن ان احنا ندخل اول نعمل تيست للبرودكت نجربه. اوكي، نجربه ازاي؟ بنصرف على البرودكت ده مرحله تيستنج $70، بنصرف، بيعمل كامبين عشان نتست البرودكت ده، بنصرف عليه $70. فقد ايه؟ ممكن من اول يومين لحد سنتين انت حاضر. طبعا ما تطولش قوي يعني، عشان لما كان ممكن البرودكت يكون خلاص تشبع، ما تطولش، بس انا بفضل من يومين لشهر. اوكي، انا بصرف عليه في يومين، حقق حاجه معينه بكمل، ما حققش جاربج وشوف غيره. ايه الحاجه دي؟ حاجه اسمها ار او اس. يعني ايه ار او اس؟ Return on Ad Spend. هنا عامل كتاب اسمه ار او اس، كتاب بالانجلش وكان مكسر الدنيا معاه، موجود على امازون، اسمه ار او اس. ايه ار او اس دي؟ بالبلدي كده يعني، ان انا لما اصرف دولار اعلانات انا عايز يجي لي $2 بروفيت. بروفيت مش ريفينيو، بروفيت. اوكي؟ فانا عايز الارز بقى يكون مور ذان 2. يعني لما اصرف دولار يجي لي 2. بروفيت. فواحد مثلا من الحاجات المضحكه اللي بتجي لي مثلا، ودي بتحصل لي كتير، واحد مثلا يجي لي اوكي انا عندي ستور وجاي 20 سيل، انا اقول له ما تقوليش انت عندك كام سيل، هو بيتكلم في تيستنج، اي دونت كير جالك كام سيل، الار او اس بتاعك كام؟ يعني هو مثلا، هو لسه مثلا هو جاله 20 سيل، البرودكت بتاعه مثلا ثمنه من السبلاير مثلا ب $4 لسه، هو بيبيعه مثلا ب 40 مثلا، هو جاله 20 سيل، فجاله انكم كام؟ 20 في 40 كام؟ $800، دخل له $800 انكم. طيب دفع كام؟ هو البرودكت ب $4 و20 سنت، يبقى دفع $80 للسبلاير. دفع بقى اعلانات كام؟ دفع $500 اعلانات. فصرف كام كده؟ $580. يبقى هو صرف $580. اوكي؟ صرف $580. نتكلم بقى على البروفيت. هو صرف $580 ودخل له ريفينيو كام؟ 800، يبقى الفرق حوالي 300 وشويه. قول $600 تقريبا. يعني
فرينجر. يعني هو صرف 580 دولار دخل له بروفيت 300 وشويه. يبقى معنى كده ان الرؤاس بتاعه تقريبا اقل من واحد او 0.6. ده جاربج زباله كلت، لان البيزنس او الاعلانات مكلفه، فلازم الار او اس بتاعك يكون تو اور مور، مفيش فيها كلام. ودي في كورس مشروع ذات حققها. فهي دي الفكره، البرودكت بتاعك في محطه تيستنج جاب 70 دولار، صرف 70 دولار جاب ار او اس مور ذان 2، طبعا مش هحفظ ذات وصلها يعني، بس نحسبها مور ذان 2. حلو قوي جميل، نكمل بقى مرحله بقى السكيلينج. ايه السكيلينج؟ خلاص انت عارف بقى، خلاص لسه مثلا ارس 3 مثلا، فهتصرف دولار جت 3، اصرف بقى 3، اصرف مثلا 100 دولار في اليوم فيجي لك 300، اصرف 10 يجي لك 30، اصرف 70 يجي لك. طبعا يعني انا بتكلم في رينج، يعني بقول رقم بالتحديد بس رينج خلاص. لحد امتى؟ لحد ما البرودكت يتشبع ويبتدي الار او اس يقل يقل، بدل 3 مثلا بقى 2 بقى 1 بقى نزل عن الواحد، خلاص بقى كلب شوف غيره واعمل اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده. ممكن يقعد قد ايه؟ ممكن يقعد 3 شهور، شهرين، 4، 5 وات ايفر، لحد ما الار او اس. وطبعا ليها معادله معينه تعرف ان البرودكت ده خلاص شبع عشان تشوف غيره وهكذا. فالدروب شيبنج 70 دولار. طب اقول لكم دلوقتي ايه الحاجات من الخمسه دول انك تعملها من غير فلوس تجيب لك دخل تعمل بيها حاجه انت محتاجها فلوس. فمن منهم الدروب شيبنج 70 دولار، محتاج راس مال 70 دولار. ديجيتال ماركتنج من البيزنس اللي مش محتاج راس مال، زيرو راس مال. ايه ديجيتال ماركتنج؟ نفس فكره الدروب شيبنج، يعني لما كنا بنعمل اعلانات الستورز، انت بقى بعلمك ازاي تعمل اعلانات لاي حاجه، ويبقى عندك ماركتنج ايجنسي وكاله اعلانيه ببلاش، وازاي تجيب عملاء تعمل لهم اعلانات، سواء كان بقى عملاء ومعظمهم لوكال حواليك ومن غير اي تكلفه خالص، وازاي وعن طريق ده تاخد منهم جزء مبلغ شهري، سواء كان نسبه من الاعلانات او سواء كان مبلغ ثابت 1000 جنيه ولا 2000 وات ايفر. فلو عندك مثلا 10 عملاء سكيورتي، 10 عملاء ب 1000 جنيه في الشهر، بتتكلم في 10 جنيه في الشهر ثابتين، انت بس بتعمل لهم اعلانات. طبعا ده كورس، طبعا دروب شيبنج يا جماعه كورس ضخم جدا هوريكم حالا في الدروب شيبنج، كورس ضخم جدا. لو بصينا على الدروب شيبنج هنلاقي ان الكورس تقريبا 52 ليسن تقريبا. طبعا هي اول حاجه خالص، طبعا يا جماعه في كل كورس من الكورسات اللي بعملها كلها في موديول، والموديول ده لازم تخلصه قبل اي حاجه خالص، مش اقل بزنس موجود في كل كورس، اسمه Change Your Mindset for Success. لو قلت قبل كده تاني، من غير تغيير، من غير ما تغير عقليتك مفيش حاجه هتغير، انسى مفيش كلام. زي مثلا ازاي تعمل ديلي روتين، ازاي تعمل جولز، يعني خد بالك انت لو ما عندكش جولز مفيش حاجه هتحصل. بالنسبه الجولز او الاهداف، حد عنده جول؟ في حد عنده سبيسيفيك جول؟ انا خد بالك انت لو ما عندكش جول، لو انت ما عندكش جول مفيش حاجه هتحصل. فضل زي ما انت. حد كتب ساعه، يعني ايه ساعه؟ مش فاهم يعني ايه ساعه؟ حد كتب ساعه، يعني ايه محمد محسن يعني ايه ساعه؟ اللي كان بيسال المحاضره، اوكي. باسيف انكم، مفيش حاجه اسمها باسيف انكم. في حاجه اسمها انا عايز كذا. وده موجود في، يعني ايه جول؟ لازم يكون فيري سبيسيفيك. لو طلع لك عفريت قال لك احنا حاني يا الجن تؤمر انا عايز باسيف انكم، لك عايز ايه يعني؟ مش فاهم. كام؟ سبيسيفيك. طب موجود مشروع هتعمل ده. انا عايز 50 مليون دولار. انا عايز 20، انا عايز 10 مليون، انا عايز عربيه لامبورجيني. انا عايز عربيه فراري، انا عايز بي ام دبليو، انا نفسي بقى اجيب سوق، نفسي بقى عندي بيتو. احلم بس ما تحلمش تقعد على السرير. نو no. احلم وخلي عندك بيج جول، يقول لك لو ما وصلتش المون صن وصل ريتش ذا مون. خلي عندك بيج جول، خلي الجول بتاعك ده ما يعني تقوم من النوم الصبح من غير منبه، تقوم النوم الصبح من غير منبه تجري عشان عندي جول بحققه. وبريك الجول ده، جول الكبير قوي 100 مليون دولار ولا العربيه الفراري، بريك ات داون تو جول صغيره. انا عايز السنه دي مثلا اعمل البيزنس ده وده، فيدخل لي دخل شويه كذا، فبعد سنه اسيب شغلي وبعد ما اعرفش يعني. اعمل نفسك جيم بلان، جيم بلان. تبقى قايم النوم الصبح انا عارف انا هعمل ايه. 1 2 3 4. لو انت قايم النوم الصبح النهارده او بكره ما انتش عارف هتعمل ايه، يبقى انت في ضيلامه بتلف حول نفسك. ساقيه زي ما بيقولوا. كل ده موجود هنا. ازاي تغير البيرفكت داي؟ والسؤال طبعا الاهم، دو يو لاف ماني؟ هي مشكله كبيره جدا. لو انت ما بتحبش الفلوس مش هتجيلك. طبعا الناس كلها بتقول لك ايه؟ الفلوس شر والفلوس. طبعا احنا دي سب كونشسلي واحنا صغيرين متعودين من في الافلام القديمه والافلام، ان دايما تلاقي في الفيلم
الشخص الشرير دايما الغني هو الشخص الشرير ومراته بتخونه وابنه بيشتغل بشم كوكايين والفقير دايما بيجي كده ايه اللي هو الشخص الطيب. واخر لقطه في الفيلم خالص كده تلاقي دايما الفقير قاعد على طبليه بياكل مرات فول طعميه وعياله وفي الاخر يقول لك ايه القناعه كنز لا يفنى وانا سعيد عشان انا فقير مش لاقي اكل. والمنتج اللي عامل الفيلم عامل ملايين بس هم مش عايزين كده حبيبي, هم عايزين السؤال عندهم الفلوس ما هياش شر, الفلوس اداه وسيله تحقق الحريه انك تساعد بيها الناس وتساعد نفسك. لما حد يقول لي الفلوس مش كل حاجه ولا الفقر كل حاجه على فكره, على الاقل بالفلوس هتساعد نفسك وتساعد اللي حواليك, تساعد اهلك, اتبرع لناس, كف بقى ايتام, جوز ناس, وانت فقير انت عارف تساعد حد ولا نفسك اصلا. اوكي فما حدش يزايد على موضوع الحريه مش كل حاجه, الفلوس مهمه جدا جدا, مش معناها ان هي السعاده المطلقه, لا في ناس معاهم فلوس ومش سعداء عادي لان هو عنده ممكن هيلث عنده مشكله صحته وعنده مش عارف ايه, لكن ده لو انت معاك فلوس تعرف تساعد اللي حواليك تساعد نفسك. الحريه معناها المطلق. وبعدين في الدروب شيب بقى تلاقي الموديول بتاع ازاي تسرش بروفايل بقى ازاي تكريت اون ستور ازاي تعمل لوجو قصه طبعا كل واحد بيقول ساعه قصه كبيره جدا بقى دي ازاي تختار نيش بتاعك ازاي بقى فاينل رايت برودكت ازاي تلاقيه فولفيلمنت وات ايفر. طبعا اهم موديول هو جزء الماركتنج. الاربع دول امريكا يونايتد ستيتس كندا استراليا يو كي. ادي طبعا اكبر واحد فيهم اللي هو فيسبوك ماركت اكبر موديول. لو دخلنا على الكورس بتاع ديجيتال ماركتنج هنلاقي ان بس بنتكلم على ديجيتال ماركتنج ان جنرال ازاي تعمل ماركتنج كامبين لاي خليك في النهايه ولا كل حاجه خليك في النهايه مش عايز ترش بس ويت. ادي ويا جماعه انا مش دكتور يا جماعه معلش يعني ما عنديش بي اتش دي. ادي الديجيتال ماركتنج هيخليك كورس ممكن تخلصه في اسبوعين على فكره, ومن عن طريقه لو مش هكلفك حاجه خالص هيبقى عندك دخل تقدر تبتدي بيه دروب شيبنج. قلنا بقى الجول بتاعنا الجول عايزين يبقى عندنا خمسه بزنس. ادي الديجيتال ماركتنج. نيجي بقى لاهم حاجه بالنسبه لي في الكورس كله اللي هو الفيوتشر كونتراكت تريدنج, وده الماي بيبي الحقيقه. لان ده لو عرفت تعمله زي ما انا اعلمه لك انت هتعمل انا عملته النهارده مثلا محمود حط لهم الفيديو بتاع وجماعه بعت لكم سبسكرايب لليوتيوب دي عشان انا بعمل تريننج روم كل يوم موجود على اليوتيوب فانت ممكن تتابعني يوم بيوم شوف انا بعمل كام كل يوم. حط اخر تريننج روم النهارده انا عملت $14,000 في نص ساعه. طبعا النهارده مش هجوث واشرح لكم يعني ايه فيوتشر كونتراكت ويعني ايه عقود اجله, ده قصه كبيره وليها فيديو موجود على اليوتيوب محمود بعد اذنك حط لهم فيديو بعد اذنك حط لهم الفيديو بتاع العقود الاجله فيديو تقريبا مدته نص ساعه تقريبا مشروح فيه كل حاجه ليها علاقه بالعقود الاجله فجو ثرو ات وهتفهم منه كل حاجه ليها علاقه بالعقود الاجله. المهم في الموضوع خالص باختصار شديد جدا ليكم عايزين يا جماعه ان التريدنج طبعا انا بتكلم على التريدنج. التريدنج ان جنرال تريدنج هي عباره عن تجاره معناها ان انا بخسر ببلد يعني لو انا عندي حاجه اكس اكس دي تكون بقى زي ما تكون ممكن تكون ستوك سهم ممكن تكون بير اوف كرنسي فوركس ممكن تكون بونز ممكن تكون عفريت اي حاجه اكس دي لما توقع بدولار دلوقتي مثلا انا اشتريها بدولار وباعها وهي ب 2 دولار مثلا بس وممكن تعمل بروفيت لو بتنزل السعر حاجه اسمها شورت مشروع في اللي ده كل قصه الخساره عايز اعملها as simple as stupid simple easy easy. طبعا التريدنج زي ما قلنا تاني ممكن يكون فوركس ممكن يكون ستوكس ممكن يكون فيوتشرز ممكن يكون بونز ممكن يكون كريبتو كرنسي انواع على حد على حصر على عدد. وبالمناسبه انا عندي كورس للفوركس وعندي كورس وده موجود في الفري على اليوتيوب لو عايز ترجع له بس الفوركس لا ارجحه انا بتريد فوركس مفيش مشكله بس الفوركس محتاج راس مال كبير. لكن ان حد يقول لك مثلا تريد فوركس مثلا احط $100 ومارجن 1 تو 1 سيل ده كلام نصب وكلام فارغ. وان جنرال اي تريد من اي نوع محتاج راس مال. عشان اعمل تريد ب $100 واعمل $1,100 في اليوم. مش ناجح هابن. حصل بقى اللي خلاني بقى عملت الكورس ده وخلاني بقى متحمس انا بتريد فيوتشر من بقالي سنين ونفسي اعلمها لمصر لان انا عارف الناس دماغهم حلوه بس هم مستعجلين وشويه مش مركزين بس دماغهم حلوه لو اتظبط حتى اللي فيهم هيكسروا الدنيا بس المشكله ما عندهمش راس مال والفيوتشر محتاج راس مال
عشان تقول مثلا اتليست $2000 اتليست يعني قول يا باقي ها يعني اقل حاجه لحد طبعا كل ما يزيد اكتر كل ما يكون احسن. لحد ما ظهرت بعد 2020 شركات بتعمل ايه بقى؟ تقول لك اوكي انا النهارده مثلا معايا $1,000,000 وعايز اعمل بيزنس بس مش عايز اعمل بقى افتح شركه ومصنع وكلام، انا عايز وانا بشتغل وعارف تريدنج يعني كويس وعارف يعني فيوتشر كونتراكت، عايز اجيب ناس بيعرفوا يعملوا تريدنج كويس قوي واديهم راس مال 100,000 مثلا 50 وات ايفر ويعملوا تريدز باسم الحساب بتاعي والبروفيت نعمل له سبليت شير انا جزء وهم جزء. ده حصلت بعد 2020 دي كانت يعني ثوره في عالم التريدنج. منهم مثلا زي ان ماكس، وان ماكس دي واحده من الشركات دي كتير غيرها. بتعمل ايه ان ماكس بقى؟ تقول لك اوكي انت بتعرف تعمل تريدنج، طب تعالى يا حبيبي تعالى انا عندي ليك ثلاث اكونت دلوقتي موجودين، اكونت ب 50,000، اكونت ب 100,000، اكونت ب 250,000. كل اكونت فيه مشترك شهري. ال 50 ب $80، ال 100 ب 85، بلا بلا وات ايفر. اشتركت في اكونت من الثلاثه دول ايا كان فيه، هديك رولز معينه تحققها. بروفيت تارجت معين تحققه، ربح معين، ماكس لوس، حد اقصى الخساره، شروط معينه عديتها خلال فتره زمنيه معينه هفتح لك حساب بالمبلغ اللي اشتركت فيه 100,000 مثلا او 50 وات ايفر. وبعد كده اول $10,000 من الارباح بتوعك واي ربح بعد كده 90% ليك و10% ليهم. في النهايه هو كسبان لسببين، لان 99% من اللي بيدخلوا ويشتركوا في الشركات دي مش فاهمين اي حاجه. بيريد. مش فاهمين اي حاجه. فبيدخل يشترك يدفع $80 في الشهر على امل ياخد 50,000 وبيخسر طبعا مش فاهم حاجه. فالشركه بتعمل فلوس من الاشتراكات. وفي نفس الوقت اللي بيعدي من الناس دي كام؟ 10%؟ اوكي؟ ال 10% دول بيعملوا فلوس بيدخلوا شركه 10% ارباح وهو في الاخر برضه بيجيب فلوس. فهي وين وين سيتويشن. وين وين سيتويشن بالنسبه لهم. فانا بعرف اعمل تريدنج يعني فيري بروفيتبل بقالي سنين. فقلت للناس يا ابني طب انا ليه ما عملتش كورس يا جماعه؟ انا حتى فاكر الحوار ده كويس قوي مع مراتي، فاكر كويس جدا. قعدت اتكلم معاها قلت لها يعني انا الموضوع متحمس اعمل ايه؟ طب انا ليه ما اخليش الناس دي بدل ما يدخلوا يدفعوا الشركات دي فلوس وهم مش عارفين حاجه اصلا، طب اعلمهم الاول ازاي يعملوا تريدنج الاول وازاي يبقوا فيري بروفيتبل، وبعد كده اديهم اكونت على نينجا تريدر هنتكلم عنها دلوقتي كمان شويه، هي اللي هي البلاتفورم بشتغل عليها فور فري من غير فلوس خالص، ويعدوا كل الرولز دي كلها ببلاش الاول الاول خالص، يعدوها مره واثنين وثلاثه و10 زي هو عايز، وبعد ما يعديها يدخل يشترك مع الماكس وهو مطمن او شركه ثانيه ان هو عارف بيعمل ايه كويس قوي ويبتدي يفتح فلوس ويبتدي يشتغل يعمل فلوس. بلس كمان بقى ده الاهم ان انا قلت اوكي طب انا ليه ما اعملش تريد روم؟ بس طبعا خد بالك يا جماعه تريد روم دي باشتراك شهري ب $14 في الشهر، طبعا دي مش يعني دي مش اجباري، يعني انت لو دخلت فيوتشر كونتراكت كورس ومش عايز تدخل دي ما تدخلش، انا كل حاجه موجوده في الكورس انا نفس يعني اللي انا بتريد بيه الصبح هو اللي هتريد بيه مع نفسك لازم بقى. بس في ناس بيحبوا يتريد مع حد يبقى عايز حد جايد معاه. في ناس عندها فكره تقول لك اوكي انا مش عايز اقعد كتير عشان اتعلم الاول ازاي اعدي لوحدي. انا عايز اخلص الكورس ادخل تريدنج روم اكوبي يور تريدز واعدي ارن ماكس واشتغل معاه. ذاتس ات عايز تعمل كده. فبالتالي بقى حتى عندك اوبشن تاني يساعدك انك تعدي ارن ماكس او انك تفتح بيرسونال اكونت حساب شخصي ليك، وده انا افضله على فكره. بس ممكن يكون معكش $2000 مثلا هو معكش تشتري ارن ماكس لاي حاجه تحوش. فقلنا ادي الجيم خدوا بالكم ادي الجيم بلان دروب شيبنج $70 فيوتشر كونتراكت ليتس سي مثلا هتاخد اكونت مثلا انا افضل لو اكونت ابو 100 افضل يعني $185 مثلا ادي $185 طبعا حط في دماغك ان انت عايز تعديه شهرين بالكتير يعني قلتش انا عايز وطبعا هو لو خلال 10 ايام عادي خلاص مشكله يعني بس حط لنفسك شهرين بالكتير يعني خليك يعني مش اوبتمستيك قوي تقول $300 ليتس سي 300 ليتس سي $300 قلنا عديته في شهرين مثلا $300 اوكي طيب امازون سوري ديجيتال ماركتنج مش محتاج حاجه زيرو فعايزين بقى نجيب ندخل دخل من ديجيتال ماركتنج وبعد ما يبقى البلان كالاتي
خدت خمس كورسات، ابتدي اول حاجه خالص ابتديها اول حاجه خالص ديجيتال ماركتنج مع الفيوتشر كونتراكت، لان الفيوتشر كونتراكت كورس كورس ضخم جدا، وكورس هياخد منك مش اقل من 3 4 شهور، اكبر كورس عندي. وهو مشكلته بقى كمان، مش مشكلته مستو، ان هو انت اكتف. يعني بص يا جماعه، واحد سعيد لسه وكل لسه فيه نص ساعه ساعه ربع ساعه، انت بتتكلم يعني مادة علميه. بص بص منظره عامل ازاي، انا بص ممكن اعمل لك اكسبنشن وتشوف منظر الكورس عامل ازاي، هتتخض من شكله. بص يا جماعه منظره، تاني مثلا مش عارف، انا مش عارف اعد، انا حتى مش عارف حتى هو كام ساعه، ما اعرفش، بس هو اعتقد معدي 200 ساعه، ما اعرفش. اتس هيوج كورس، هيوج. بس في النهايه هتخلصوا هتعرف كل حاجه عن التريدنج اللي انا اعرفها في حياتي، مش اي حاجه انا بخبيها ولا اي حاجه بهايدت ولا كلام نهائي واتس اور. وطبعا مستر كورس ده تاني هو ايه، بتعمل اساينمنت، يعني تدخل تعمل اساينمنت تبعته لي ابص عليه واشوف. بس انا عايز بس ادوه، بس ادوه 100 فيفر، لو في حد معانا في الروم النهارده عنده اي اكسبيرينس بالتريدنج من قريب او من بعيد بالفوركس او غيرها، يا ريت ينساها وهو بيشتغل في الكورس ده، لان مش عايز ميكس. ما بقولش ان انت بقلل من المعلومات اللي عندك، بس انا طريقتي مختلفه خالص، مالهاش علاقه باللي انت بتتفرج عليه دي خالص او اللي بتشتغل بيها. فخلي معلوماتك على جنب، حيدها وتعلم من جديد عشان الموضوع يبقى اسهل كتير. انا اكتر ناس بتعبوني الناس اللي بيجوا بخلفيه من التريدنج، اكتر ناس فعلا بتعبوني. عايزك تحيي كل معلوماتك وابتدي من جديد عشان تعلم ازاي تعمل فلوس بجد. اوكي، نيجي بقى بعد كده امازون اف بي اي. امازون اف بي اي ده بزنس نفس تيجي دروب شيبنج، بس بدل ما بتعمل ستور على شوبيفاي بنعمل حاجه اسمها ليستنج على امازون، بنختار برودكت ما وبنبيعه على جوه امازون يو اس اي. ما ببيعش امازون مصر، ما بشتغلش على امازون الهند، ما بشتغلش على امازون، هو امازون امريكا بس لسبب مهم جدا، لان عندهم حاجه اسمها برايم ممبرشيب، والبرايم ممبرشيب دي اشتراك شهري بيدفع. انا مشترك في برايم، وعن طريقه بتاخد فاست دليفري، ممكن 1 2 دايز دليفري. عدد الناس اللي مشتركين في برايم ممبرشيب في امريكا معدين 80 مليون، اولموست 100 مليون، من 300 مليون، يعني رقم مهول. فبالتالي هدفنا في امازون ان احنا بندور على برودكت. طبعا في هنا حاجه اسمها امازون، في حاجه اسمها سيرش كي وورد، فدورت مثلا على مثلا نايف سيت مثلا، كل كلمه من دي، كل كلمه من دي اسمها سيرش كي وورد. في تولز موجوده في الكورس وفري بتعرفك كل سيرش كي وورد من دي معمول عليها كام سيرش في الشهر. فاحنا بندور على برودكت يكون معمول له عنده نسبه سيرش كي وورد عاليه، وبنختاره وبنجيب برودكت من المورد. بس بقى مش ده دروب شيبنج، لا، الحاله دي بتختلف، لان احنا هنا بنجيب البرودكت بنشحنه بالجمله، بنشتريه ان ادفانس من المورد، من علي بابا، مش من اكسبريس، من علي بابا كميات بالجمله، وبعدين بيتشحن على مخازن امازون، حاجه اسمها امازون اف. وطبعا يا جماعه بمناسبه، معنى كلمه اف بي اي دي معناها فولفيلمنت باي امازون، يعني امازون هو اللي بيعمل فولفيلمنت. طبعا الناس متخيله ان امازون ده عنده بيصنع برودكت، ده مش حقيقي. امازون 90% من المنتجات اللي عنده لا يملكها، هو مجرد مخزن لا شيء، لا اكثر ولا اقل. انت لسه مثلا عندك مصنع مثلا في العاشر وعايز تعرض منتجات مثلا في امازون امريكا، قول اوكي انا هشحن لك المنتجات بتاعتي، حطها على المخزن عندك، ولما يجي لك حد يشتري من عند الليستنج اللي عندك على امازون، امازون يحطه في علبته ويبعته للعميل، وياخد هو نسبه الفيز بتاعته وياخد فلوس. بس از سمبل از ذات. فبنكريت حاجه اسمها امازون سيلر اكونت، حاجه اسمها اكونت بائع على امازون، وده في منه نوعين، في نوع فري. نوع فري بياخد منك نسبه من الارباح، نسبه من المبيعات، والنوع البروفيشنال ده ب 30 دولار في الشهر. طبعا ممكن تيجي الاول بيرسون وبعد كده تحول بروفيشنال. وبعدين بنعمل حاجه اسمها الليستنج، ده مشهور، ده حاجه سهله جدا، مشهوره، موجوده في الكورس. وبتدي ندور على البرودكت ده، بندور عليه علي بابا، وندفع ثمن البرودكت ان ادفانس، ان ادفانس 50% من ثمن البرودكت. وبعدين المورد بيشحن البرودكت. طبعا الكورس ضخم وموضوع كبير، يعني مش عارف، اصل انا طولت النهارده، فمش عايز اطول اكتر من كده. والبرودكت بيوصل لمخازن امازون وبتدي تبيع. طبعا البيزنس ده مربح بشكل يعني بشع، بس محتاج راس مال، محتاج اتليست 5000 دولار اتليست، مش اقل من كده. فادي الجيم بلان، خليك في اسئله في الاخر. ادي الجيم بلان، هتاخد الخمس كورسات، ابتدي بديجيتال ماركتنج،
مع الفيوتشر كونتراكت. ليش ما كورس صغير ياخد معك اسبوعين يكون خلص، تبتدي بقى عندك ماركتنج ايجنسي تدخل لك فلوس. الفيوتشر كونتراكت هتاخد معك 3 شهور تخلص على 3-4 شهور اتليست عشان يخلصوا. في الفتره دي كنت حوشت كام؟ ال 350 دولار كنت حوشتهم، او حوشت 70 دولار. فبعد 3 شهور بقى عندك ماركتنج ايجنت شغاله دخل لك دخل شهري، وبقى عندك دخلت دفعت للايرن ماكس فلوس او فتحت بيرسونال اكاونت زي ما انت عايز لازم مره، وبقى عندك دخل ثابت من الفيوتشر كونتاكت تريدنج ومن الدروب شيبينج ومن ديجيتال ماركتنج. حوشت فلوس عملت اول 5000 دولار فتحت اول ليستنج، بقى عندك 4 بزنس شغالين مع بعض، والقصه دي كلها هتاخد منك ساعتين شغل في اليوم. انا بشتغل ساعتين في اليوم، انا بعمل تريدنج اكشلي بالظبط من 9:30 الصبح ايسترن تايم للساعه 10:00. يعني ممكن تبص على التريدنج جروب بتاعك تعرف ده وقت الشغل بتاعك في التريدنج 9:30 10. ذاتس ات. دروب شيبنج بياخد معايا في اليوم مثلا من نص ساعه لساعه، لان اوريدي عندي ستورز ادخل اشيك المبيعات السيلز عندي كده، وعندي ناس شغالين كاستمر سيرفيس وهكذا. امازون بي نفس الكلام، ساعه ونص ساعه بالكثير. ذاتس ات. ديجيتال ماركتنج عندي ناس شغالين معايا فيه، بشوف الاعلانات عامله ازاي، اتابع ممكن اقول يعني من 3-4 ساعات في اليوم ماكس. بعمل فلوس في الشهر ما بيعملهاش اكبر سي او في امريكا مش في مصر. ذاتس ات. بالنسبه للان اف تي ده بزنس خاص لوحده، وده مش انا ما بعتبروش بزنس، يعني بعتبره حاجه نوع من انكم ستريمز. ناوي اعمل الكورس قريب بس مش دلوقتي، فمحمود بعد اذنك انا حاطط فيديو شارح فيه يعني ان اف تي، لو عايز تعرف معلومات عنه بس حط له فيديو عن ان اف تي على اليوتيوب على ال... نيجي بقى للمفاجاه يا جماعه، نيجي للمفاجاه. طبعا يا جماعه لو دخلتوا هنا على موقع سي في اكاديمي there is no NFT، ما فيش كورس NFT اتعمل لسه ما اتعملش. اوكي؟ هتلاقي ان الكورسات كلها البندل كلها مع بعض تاخد اكس على، طبعا يا جماعه مبدئيا السايت ده تاخد اكس مدى الحياه. مدى الحياه. يعني عايز تخلص الكورس النهارده كمان شهر انت حر سنه مدى الحياه. وفي زوم ميتنج كل اسبوع، والنهارده في الساعه 4 في زوم ميتنج مع اعضاء الكورسات كلها مجانا مدى الحياه. وكل جروب وكل كورس ليه فيسبوك جروب، الاعضاء بتساعد بعض وناس حاجه رائعه يعني. بكام بقى البندل ده يا جماعه؟ ب 318 دولار تاخد الكورس. طبعا انا بالنسبه لي المعلومات اللي بقدمها في الحاجات دي، وتاخد معاهم كمان كورس الاسهم كمان وكورس الفوركس والبيتكوين كمان على فكره باي ذا واي، يعني تاخد بالظبط الفوركس فيوتشر كونتراكت اسهم افلييت موجود ديجيتال ماركتنج بيتكوين امازون دروب شيبينج 7 كورسات. المعلومات اللي فيهم دول والله العظيم مش بهزر، انا بمبالغه يعني. لو انا حد قال لي تكلف كام او تامنها بكام، انا ما اعرفش تامنها بكام، انها يعني دي ضيعت عمري كله اتعلم الحاجات دي. فانا كنت شايف المبلغ ده مبلغ فير، يعني 300 دولار دول ولا حاجه، بس فير ان حد يدخل، لان انا لا اؤمن بالحاجه المجانيه. لحد ما عملوا موضوع المبادره في مصر وكلموني يا جماعه، طب الناس في مصر ايه؟ طب ما هو الناس برضه 300 دولار بالنسبه لي، انا عايش في كندا ومبلغ مش مبلغ يعني، لكن في مصر مبلغ 300 دولار مبلغ مش قليل. اوكي؟ فوصلنا ان احنا عشان نساعد كل الناس هياخد كل اكس حاجات كلها كام يا جماعه؟ حد كان يقول رقم؟ لان حتى رقم انا مش عارف اقوله، يعني انا الرقم اي دونت بليف ات. بس انا لو اقدر اديه طبعا انا مش عايز اقول دي فري، انا لا اؤمن بفري. يعني لو اؤمن بالحاجه المجانيه، الحاجه المجانيه دي ما تنفعش. لو حد خد كل مني كورس فور فري مش هتعلمه. ولا هيعمل بيه حاجه. زي مثلا اللي بيدخل يعمل مش عايز اقول يسرق عشان ما تبقاش الكلمه مش ظريفه، بس اللي بيدخل يعمل سيرش على كتاب مثلا داونلود فور فري وياخد حق تعب الراجل اللي كتبه ياخده يقراه فور فري، مش هيستفيد منه حاجه. عايز تقرا كتاب ادفع ثمنه. عايز تاخد معلومه ادفع ثمنها. معكش فلوس اشتغل. واحد مره مثلا بعت لي قال لي انا معيش فلوس، انا مراتي انا بعمل، انا عايز حاجه ببلاش. قلت له يا حبيبي بص معكش فلوس، انا هعمل لك خصم اوكي مش مشكله، بس معكش فلوس حوش، روح اشتغل في الفاعل، روح شيل طوب وحوش من فيش شيل الطوب وتعالى خد الكورس وما تنامش عشان تعمل كده لو انت عايز تنجح. لكن تضحك عليا بكلمتين وشغل الشحات ده ما ينفعش، لان مش هتعمل بيه حاجه. اوكي؟ فوصلنا ان عايز تاخد مبادره كلها، انك تاخد كل الكورسات دي كلها 300 جنيه. وللاسف انا من كتر الاعداد اللي عندي، انا يعني انا كنت النهارده معاكم الموضوع ده وقلت 300 جنيه، بس للاسف لحد بكره الساعه كام يا جماعه؟ النهارده الساعه كام؟
ستة أعتقد بكرة الساعة سبت ممكن في نفس التوقيت الساعة 4 العصر تقريبا ممكن ميد نايت بكرة ميد نايت ده هيكون انتهى هيرجع تاني في دوبيت رمضان للأسف هيبقى 24 hours to think about وأنا مش عارف هتنك أباوت إيه I don't know أنا بتكلم في 300 جنيه في كل القصة دي كلها الموجودة في القصة دي كلها forever بس المهم يا جماعة المهم عندي من الفلوس المهم عندي من الكورسات إن أنت change your mindset وكل موديول موجود في اول موديول ده لازم يا جماعه تخلصوه وتفهموه وتطبقوه اللي هو تشينج يور مايند سيت ده لازم مهم جدا 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 ذاتس ات انا خلصت تيك اكشن قدامك 24 ساعه طبعا ده هيتشال خلال 24 ساعه الناس اللي موجودين معانا كلهم النهارده اوريدي محمود سجل اساميهم في المبادره فلسه بنستني الرد اعتقد كل اتوافق عليه خلاص اكسس كله فور ايفر كله فور ايفر اوكي كله فروم اي تو زي انا مش عارف ايه اللي ممكن اعمله تاني عشان هتاخد عشان تاخد اكشن هتاخد مفيش بس هذا ما حدش يقول لي انا عايز اخد حاجه بس مفيش بس عايز تعملي فلوس اشتغلي كل حاجة عايز تعملي فلوس اشتغلي كل حاجة مدى الحياة كده يا شباب انا خلصت لو في اسئلة ممكن تعمل raise hand بس يا جماعة مهمة جدا يا جماعة ومحمود عارف هو الكلام اهو بكرة الساعة 4 العصر هلا شويه خليها ميد نايت يوم السبت 12 12 بي ام ايسترن تايم لو حد واتساب ايه يا وليد بس واتساب ايه يا وليد بس وليد انا بتكلم هندي يا وليد واتساب ايه بعتك عليه فيديوهات يا حبيبي واتساب ايه ده سي في اكاديمي هتاخد يوزر نيم وباس زوم ايه بس يا وليد اسمع مني ده سي في اكاديمي هتاخد عليه يوزر نيم وباسورد هتاخد اكس على كل الكورسات دي من هنا من جوه سي في اكاديمي كل الكورسات دي هتاخدها من جوه سي في اكاديمي هيبقى عندك يوزر نيم وباسورد على سي في اكاديمي دوت كوم هتاخد اكس على كل الكورسات دي كلها فقدامكم يا جماعه لحد بكره الساعه 12 بالليل ميد نايت 12 دقيقه ميد نايت اوفر از دان نرجع باك تاني 318 دولار عشان كده انا عملت اللي عليا اوكي ثمن البندل 318 دولار من غير المبادره ثمن المبادره 300 جنيه الاوفر هيخلص بكره ميد نايت تيك اكشن ناو لسبب لان بقول تاني ان الاعداد بتزيد بطريقه مش طبيعيه وانا بعمل زوم ميتنج مع الناس كل اسبوع وفيسبوك جروب بيسالوك فانا الموضوع بقى هسل عليا بطريقه مش طبيعيه فانا هوصل لمرحله هقفل الموضوع خالص ان مش مستحمل اعداد تقعدوا عارفين بقى كل واحد داخل طبعا انا مش هينفع حد داخل معايا كل مش هجاوب على اسئلته لازم اجاوب يعني انا معاك في ظهرك يعني في الفيسبوك هتلاقيني معاك في زوم ميتنج معاك اي دخل اشتغل بس اهم حاجه اتاكد ان هما يوم كام بس اوكي يا جماعه فتاني يا جماعه العدد محدود جدا والوقت محدود جدا ذاتس ات جود لك يوسف عنده سؤال اتفضل يوسف ازيك يا دكتور عامل ايه اتفضل انا مش دكتور انا يوسف انا اسمي وليد مش دكتور ماشي وليد دلوقتي انا بدات دروب شيبنج اوكي خلصت اول 3 فيديوز اللي هو تحدد ديزاين يور ستور بس في فيديوهات بحس ان هي قديمه شويه بس اوريدي يعني ايه نفس اللي موجود في الفيديو هو اللي موجود على دروب شيبنج مفيش حاجه اتغيرت بس بحس ان قديم شويه الشرح هل ده عادي ولا هيتحدث يعني ايه قديم مش معنى كلمه قديم يعني ممكن يكون في حاجات الشوبيفاي اتحدثت مفيش الفيديوهات مش حاجه موجوده فيه كل اللي شرح في الكورس موجود لحد الان مش حاجه قديمه يعني خالص لو في اي تحديثات حصلت انا بضيفها لو في مفيش خلاص اوكي والماركتنج نفس الكلام كله برده على اخر حاجه يعني كل حاجه بالظبط يس يا وليد لما بتشوف اليوزر في ايه سؤال ثاني يوسف لا تمام يا جود لك طيب ممكن سؤال تاني معلش بدات الفيوتشرز ولا لسه الفيوتشرز لا لسه بصراحه ليه يا يوسف كده انا عاجبني دروب شيبنج الاول اكتر ابدا فيوتشر كونتراكت اسمع كلامي احسن ابدا دروب شيبنج الاول يا جماعه اسمعوا كلامي ابوس ايديكم ابدا ابتدي فيوتشر كونتراكت ديجيتال ماركتنج الاول قبل اي حاجه تمام الفيوتشر كونتراكت هيجيب لك دخل ثابت مضمون يعني قصدك مش حاجه مضمونه تاني يا جماعه ده بيزنس مش حاجه اسمها مضمونه اوكي تمام بس في النهايه هيجيب لك دخل كويس هيخليك تقف على رجلك
يبقى عندك فلوس تقدر تفتح دروب شيبنج بيزنس مظبوط، امازون بيزنس مظبوط، وهكذا. تمام. هو انا اللي مقلقني من دروب شيبنج التكلفه بتاعت الماركتنج على الفيسبوك ادز والانستجرام، ان انا معيش التكلفه قوي دلوقتي. زي ما قلت في البدايه، في الاول خالص ابدا الاول ديجيتال ماركتنج مع فيوتشر كونتنت الاول. خلاص اوكي تمام. حوش فلوس. تمام ماشي. حد كاتب نكتب رقم بدون لينك؟ يعني ايه رقم بدون لينك؟ مش فاهم. محمود حط له رقمك يا محمود بعد اذنك، بلاش اللينك. اوكي. غاده بتقول لازم اكون في الانجليش نو سبيكينج. لا 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 لا، بص سؤال يا جماعه عشان بس الموضوع يبقى كلير، عشان مش عايز ابقى مسليد حد. السؤال لاي حد موجود معايا دلوقتي، الكلام ده اللي كاتبه ده اللي هو ده سي في اكاديمي اونلاين بيز، بتعرف تقروه؟ بس بتعرف تقراه؟ تعرف تقرا يا غاده؟ لو بتعرف تقرا جود، لو بتعرف تقرا الكلام ده يور فاين 100%. بس مش عايز حاجه غير كده. انا بشرح بالعربي بس البلاتفورم في التريدنج، مثلا نينجا مثلا بلاتفورم بالانجلش. يعني بس مثلا البلاتفورم بتاعت نينجا للاسف ادي نينجا فهي بالانجلش مش بالعربي، لكن الكلام فيها واضح وصريح. اوكي. نفس الكلام في شوبيفاي، شوبيفاي داخل في عربي فاهم ينفع. انا للاسف ما باخدش ارقام، ما فيش تواصل معايا بيرسونالي واتساب، لان عندي اكتر من 7000 ستودنتس. فتخيل بقى لو بعت واتساب بتاعي 7000 واحد اللي ممكن يحصل. اوكي. فعندك اي سؤال فيسبوك جروب. فيسبوك جروب ماشي. ممكن سؤال تاني بس؟ اتفضل. اربع بلا بس اتفضل. تمام. بالنسبه لان انا ممكن استهدف السوق السعودي مثلا والاماراتي بدل الستيتس وبدل نو 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 نو. طب ليه؟ شوف انا لسه بقول ايه وانت بتقول ايه. ما انا مش معاك، ما كنتش معاك والله لسه داخل حالا. مفيش حاجه غير الاربع بلاد دي. انت فاتك الكلام كله بقى، فاتك تكريبت. معلش ارجع الويب بتسجل، ارجع له تاني. من ريكوردد؟ ريكوردد. طب الاقيه فين؟ محمود هيبعته لك او ممكن احطه على الجروبس مش مشكله. خلاص اوكي تمام. اوكي تمام ماشي. كويس جدا. جمانه اتفضلي يا جمانه. اتفضلي جمانه اتفضلي. لا ما تك اميوت يا زلمه جوبك. جمانه ما بتردش. اوكي دكتور سالي اتفضلي. مستر محمود. مين محمود؟ مش محمود. مين محمود؟ مستر وليد. اتفضل مستر وليد. اتفضل. مساء الفل. اتفضل. انا حضرتك دلوقتي اللغه عندي الانجليزي مفيش، يعني فانا هقدر اتعامل مع الحاجات دي؟ يعني سؤال الكلام الشيء ده بتعرف تقرا ولا ما بتعرفش تقرا؟ لا انا مش بتكلم على بعرف، لا انا بتكلم على بعد كده البرامج والكورسات والكلام ده كله. سؤالي والبزنس. واضح. سؤالي واضح، بتعرف تقرا الكلام ده ولا لا؟ الكلام المكتوب ده بس. يور فاين ذاتس ات. يور فاين ذاتس ات. ده انا عايزه بس، مش حاجه تاني، مش محتاج اكتر من كده. تمام. خلي بالك انا زيرو وما اعرفش حاجه عن الحاجات دي خالص. مش محتاج اكتر من كده. أول مرة يعني أدخل الموضوع ده. كل اللي أنا عايزه منك حاجتين مهمين جدا، إنك تتعلم يبقى عندك صبر وتسمع وتنفذ اللي بقوله بالظبط من غير ما تضيف ولا تعدل ولا تشيء حاجة. لو يعني دايما أقولها للناس يا جماعة، أنا بقول لكم الريسيبي خبرة سنيني كلها في الحاجات دي، عايز تعدل ليه؟ يعني مش بقول عليك انت، انا بتكلم عن تجارب شخصيه كتير بتحصل معايا. تمام. بيبقى عايز يعدل حاجات طب ما احط معمل انت اعمل. طب انا مالي يعني انت بتعمل كده ليه؟ طيب يعني انا بقول لك اعمل دي عشان انا عملتها ودي اللي تنجحك، انجح فيها الاول، اعمل فلوس وبعد كده انت عايز تغيره. اوكي. فحط لنفسك بلان للاول، ابتدي فيوتشر كونتاكت كورس مع ديجيتال ماركتنج. حط لنفسك مثلا ساعه في اليوم ساعتين ادرس فيهم، لو عندك اكتر يبقى يا ريت احسن. وخلال شهرين ثلاثه ان شاء الله يكون عندك دخل من الديجيتال ماركتنج تقدر تفتح بيه فلوس عشان تدخل تريدنج روم او تشتري في ان ماكس لوحدك مع نفسك اتس فاين، وبعدين يبقى عندك فلوس تشتري دروب شيبنج وامازون وهكذا. دي المفروض التريننج ده يكون خلال سنه. المفروض اي حد هنا يكون خلال سنه عنده دول شغالين بيجيب فلوس كل يوم 5 دول المفروض. وصل؟ تمام تمام. ده طب الواحد يعني هيبدا الكورسات، يعني انا مش زي ما بقول لحضرتك انا اول مره اتعامل في الموضوع ده، انا ما اعرفش، ما عنديش اي خلفيه عنه خالص. قلت لك تاني بقى على الفيس انا عايز بقى مش انا بس مش كده وقت ضيق، فانا بحب دايما الكلام يكون ذا بوينت. انا جاوبت على السؤال ده قبل كده، قلت لك مش محتاج اي حاجه،
كل محتاجه ما تسمع وتتعلمه بس. فالكورس مش يعني الكورسات سهله جدا، مش محتاجه صعب، اسمع بس ادخل وهتلاقي في كل كورس في اول الفيديو خالص بيشرح لك تتعامل ازاي في كل حاجه. فانت مش محتاج اي حاجه غير تسمع كلامي وبس. تمام تمام شكرا، ربنا يخليك جدا. ميرسي ميرسي يا محمد. دكتور سالي اتفضلي، اهو اتفضل يعني ما بتردش. طيب مين؟ احمد عبد الله. مستر وليد مساء الخير، ربنا يخليك. اتفضل. انا اول حاجه بحب اقول للناس اللي معانا واللي بيسمعونا، انا كنت اشتركت مع ايرن ماكس الحمد لله، كنت مشيت مع حضرتك ومشيت على الرولز انت قايلها لي، ووصلت خلاص كان باقي لي 2000 دولار وخلاص جيت فندت مع مع الشركه، بس اليومين حضرتك كنت الف سلام انا حضرتك استدعيت فيهم، اشتغلت يوم كسرت الرولز طلعت بروفيت في اليوم دوت فوق ما كنت متخيل، جيت تاني يوم كسرت الرولز برضو الحساب بتاعي اتدمر، بس انا ان شاء الله يعني ناوي اشترك تاني. بس بسال لحضرتك مستر وليد، انا دلوقتي لو اقدر اوفر مثلا مبلغ كويس يعني $1000 تقريبا، تنصحني بدل اشترك مع ايرن ماكس انا مستريح في التعامل معاهم، ولا افتح حساب عادي لوحدي؟ انا لما اشتركت مع ايرن ماكس كان يعني ايه، هي شهر ونص، كان على اخر الشهر الثاني كان المفروض خلاص جيت فند خلاص، كنت ان شاء الله كنت يعني ماشي واخد الطريق الصح لولا غباء مني بس كده. تعلم تعلم وزاره الرولز. فانا يعني اتمنى ان حضرتك تنصحني ان انا يا اما اخد اعمل حساب لوحدي او اشترك مع ايرن ماكس. لا افتح حساب لوحدك، افتح بيرسونال اكاونت. تمام، ده رايي يعني بيرسونال اكاونت، وموجود في كورس في موديول بالكامل ازاي تتريد البيرسونال اكاونت. ده هيبقى يور اون ماني، مش هتعمل $1000 في اليوم طبعا ب $1000 اكاونت، بس هتعمل حتى لو $50 في اليوم ولا $40 في اليوم ستيبل، وبتكبر الاكاونت بتاعك من خلال سنتين يبقى عندك يور ماني $20,000 وانت عارف بتعمل ايه كويس. بس المهم ويا جماعه تاني، انا يعني انا بشوف الناس اللي بيخسروا اكاونتاتهم بسبب ان هم ما بيسمعوش كلامي. مظبوط مظبوط، انا والله يعني انا ما فيش حد قلت، ما هو يا جماعه انا مش بقول ما بسمعوش كلامي عشان انا عايز يعني اقول كلام واقول حاجه، انا عايز ابقى مسيطر، لان الكلام ده كله انا مريت بيه في التريدنج ده، انا مريت بيه. فلما اقول اعمل 1 2 3 لازم تعملهم، ولما اقول يا جماعه انا في التريدنج روم بعد ما اخلص ما تعملش تريدز تاني، ما تعملش تريدز تاني. انا في واحد معانا في التريدنج روم هندي، وفاكر بالمناسبه التريدنج روم مش كله عرب، يعني في ناس هنود في ناس امريكان وكنديين وكده. الشخص ده لو حد فاكر معانا، ما اعرفش محمود كان فاكر كده، خسر اكونت ب $11,000 في يومين، مع العلم ان هو معاه في التريدنج روم وبنعمل ارباح كل يوم، يعني النهارده بس عملنا $14,000 في يوم. دخل بعد ما خلصنا التريدنج روم خلصناها، دخل عمل تريد لوحده خسر فلوسه كلها. بتعمل كده ليه؟ يعني انت دافع $14 في الشهر اشتراك في التريدنج روم، دفعوا ليه؟ منظره مثلا؟ يعني دفعوا عشان تتعلم وعشان تكوبي ماي تريدز، فليه بتعمل كده؟ للاسف الطبع البشري دايما متسرع ودايما عايز يسبق الاحداث، وده ما ينفعش في التريدنج خالص. يعني التريدنج محتاج صبر، التريدنج محتاج ان انت عندك كونسيستنت وريزلت ثابته، وموضوع مش صعب. كل اللي محتاجه بس منك انك تتعلم تسمع كلامي وتمشي بروز اللي قايلها بالظبط، سواء هتريد لوحدك او تريد في تريدنج روم، اي بروميس هتعمل فلوس. كلامك مظبوط يا مستر وليد. بعد اذن حضرتك، هو ايه الموازي للار تي واي؟ ايه؟ المايكرو بتاع الار تي واي. ام تو كي، ام تو كي. ميرسي يا مستر وليد. اوكي، مين تاني؟ حسام. حسام الدين مصر. اتفضل يا حسام. اتفضل يا حسام. السلام عليكم، مساء الخير وليد، كيف حالك؟ اتفضل اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. الو؟ اتفضل. صوتي مسموع؟ سامعك. اه سامعك.
حاضر يا فندم. انا حضرتك انا الحمد لله اشتركت في كله، بس انا يعني ايه، انا في الاول ما كنتش عارف ابتدي ازاي، بس الحمد لله يعني انا ببقى مبسوط لما بدخل الزوم روم. يعني هل هيبقى ميعاده ثابت كل اسبوع في مثل هذا التوقيت، ولا يعني ايه قابل للتغيير؟ ده اول سؤال. اول سؤال، اول اسئلتي كلها، ولا اول سؤالتي بعد انتباهك؟ اتفضل. ده أول سؤال. بالنسبة لتاني حاجة حضرتك، يعني إيه يعني هو أنا مشترك في كل، يعني هل الـ NTF ولا الـ NFT، مش عارف إذا كنت منطقة صح ولا غلط، هل ده يعني له سعر لوحده يا فندم، ولا شامل معاهم؟ ده السؤال التاني، وأشكرك جدا يا فندم، ربنا يحفظ معاليك يا فندم. ربنا يخليك. طبعا السؤال الاولاني، ال NFT طبعا NFT داخل في كل الكورسات كلها، ف NFT داخل للكورسات كلها. اللي عفوا الصوت بيقطع، عفوا. لما يتعمل ان شاء الله يبقى موجود ضمن الكورسات كلها، ما تقلقش مش هيدفع حاجه. لما يتعمل لكن انا لكن هو لكن ده لسه هيبقى له بلان لوحده يعني، او برايس لوحده، صح يا فندم؟ مش هيبقى ليه برايس، هيبقى شامل في حاجه انت دفعتها، مش هيدفع فلوس تاني، دوري. اوكي. تاني بالنسبه لموضوع التريننج روم، موضوع الزوم ميتنج، هو كل اسبوع كل جمعه بس حسب الزوم. يعني مثلا لو عندي مثلا كمثال الجمعه الجايه انا مش هقدر اعمل تريننج روم الجمعه الجايه دي، مين يا جماعه اللي بيعمل البتاع دي؟ سؤال سكن، في حد بيعمل؟ هو تكبر ازاي؟ الجمعه الجايه مش هعرف اعمل زوم، لان الجمعه الجايه عندي انا مسافر يوم الاربع رايح كيوبا اسبوع فيكيشن يعني، فمش هعرف اعمل ميتنج الاسبوع الجاي. اوكي، لكن لو يعني ممكن في يوم اخر حاجه جدد، لو مفيش حاجه جدد حاول كله، هو كل يوم جمعه عادي، بس ممكن تحت ظروف تعبان مثلا. انا مثلا جالي كوفيد من اسبوعين، فقعدت في البيت ما بتحركش لمده اسبوع خمس ست ايام، ما عملتش ميتنج، حاجه غصب عني بتحصل. لكن في الطبيعي ان احنا كل اسبوع ان شاء الله. كل اسبوع يعني، ده هيتعدد على على الفيسبوك، تمام يا فندم، على جروب الفيسبوك بالظبط. تمام. هو حرك اذا لم يعني اذا لو في شيء مش فاهمه او كده، يعني ممكن اتواصل مع ادمن الجروب ولا مع حضرتك؟ يعني اسال عشان اي، انا في اسال اي في حاجه انا ذكرتها في، عفوا يا حسام، اسال اي سؤال على الفيسبوك جروب، اي سؤال. يعني اسال اي سؤال يعني، واي حد ممكن يجاوب يعني، مش شرط حضرتك، عشان بس يعني ايه يعني نتعرف. يا محمود يا ابراهيم، مفيش حاجه اسمها فيديوهات على الجروب فيس، مش حاجه اسمها جروب فيسبوك. كل حاجه موجوده على سي في اكاديمي. اوكي، يعني انا اسال على الجروب ولا اسال ولا الجروب. حضرتك على الجروب. معلش جاوبتك مرتين لحد دلوقتي على الجروب. على الجروب. حاضر يا فندم، متشكرين قوي، كل عام وانتم بخير يا فندم. خليك مسلم. وليد اتفضل. اتفضل يا وليد. الو، ايوه مساء الخير. اتفضل حضرتك سامعني؟ سامعك، اتفضل. بقول لحضرتك، هو دلوقتي بالنسبه للمبلغ اللي هو الـ بتاع الاشتراك بتاع سي في اكاديمي ده، مره واحده وبعد كده بيعمل لي اكسس على دخول السايت وبلاقي الفيديو، هتلاقي كل حاجه موجوده جوه 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 سي في اكاديمي، كل الكورسات كلها موجوده فور فري. بعد كده تمام، بعد كده بلاقي الفيديوهات اللي هي بتاعت الكورسات دي، هل ممكن مثلا يعني لو عندي وقت فاضي اتفرج على فيديوهين او ثلاثه، ولا هي بتنزل بمواعيد، ولا ظروفها ايه؟ مفيش حاجه بتنزل، هي موجوده اوريدي، هي كلها موجوده اوريدي جاهزه، مفيش حاجه بتنزل. موجوده جاهزه، ان انا اقدر ان انا اتفرج عليها يعني، على حسب انا هقدر ان انا اخلصها في قد ايه يعني، اي وقت اللي انت عايزه، اتس يور تايم، ميك يور اون بلان. بقى عندي يوزر نيم زي فكره الطلبه اللي هم مثلا بياخدوا دروس عند مدرس وهو بيبعت لهم المحاضرات على سايت معين. اوكي، مفيش محاضرات بتتباعت، كل حاجه موجوده على السايت اوريدي، كل حاجه موجوده على السايت او موجوده. اوكي تمام، انا بشبهها بس بالحاجات اللي هي موجوده عند ولادي يعني. اوكي طيب، بالنسبه لفكره التريدنج، انهي افضل وسيله تحويل، بحيث ان انت لما يعني تحط فيها فلوس مصري تتحول للمحفظه بتاعتك دولار، وترجع تاني تتحول للحساب بتاعك بدون اي مشاكل، بدون اي يعني صعوبات، سواء في الايداع او في السحب، افضل طريقه تحويل؟ كل ده موجوده في الكورس. سؤال سابق الاولاني قوي، سابق الاولاني جدا على فكره، يعني سابق الاولاني جدا، مش عايز تستيب اهيد. تمام، لو انا عايز انضم للجروب الفيسبوك بتاع التريدنج، كل ده موجود، ده موجود جوه السايت نفسه، واللينك كله موجود، كل حاجه ادخل جوه، وكل حاجه هتلاقي اللينك بتاع الفيسبوك جروب، كل حاجه موجوده.
اوكي اي سؤال طيب. في دماغك ما تجاوب عليه في الكورسات، اي سؤال بيخطف في دماغك مهما طيب. الفلوس دي بتتحول ازاي؟ كل حاجه موجوده قلت لك، كل حاجه. لا ازاي احول اصلا فلوس عشان اعمل يوزر نيم وباسورد؟ اه ده محمود، كلام محمود. لو انت بتتعامل مع مين؟ مع السر... مع ال... ال... هو بعت لي، اتبعت لي دلوقتي عن طريق الواتساب. طب كان هو الشخص اللي اتعامل ايا كان عندنا محمود في فاطمه على ال... على الواتساب. طب يا بس اهم حاجه خلال 24 ساعه دي معاك. طيب اوكي ماشي، ميرسي قوي، شكرا. مين تاني؟ وليد، اوكي خلاص. عمر ماهر، اتفضل يا عمر. ايوه يا فندم، تاني كده اتفضل. دلوقتي انا كنت بسال ازاي ابيع منتج هو اصلا مش بتاعي، مش حرام وسواه. انت قلت ايه معلش؟ ازاي ابيع المنتج من على امازون او اي موقع تاني وهو اصلا مش بتاعي، مش حرام يعني؟ حرام؟ يعني انت شايف السؤال ده سهل انا يعني؟ انا هديك مثلا نصيحه دينيه مثلا ولا حاجه؟ لا انا مش عارف ازاي اتبع. اي دونت نو بادي، بس هكرر الكلام ده كتير ودايما بعيده وازيده كتير، سواء في كان في الفيسبوك جروب، سواء كان في كلامي ان جنرال. مفيش كلام في الاديان اوكي نهائي، ممنوع. عندك سؤال ديني، عندك سؤال مسيحي مسلم ايا كان، في اماكن تسال فيها الكلام ده. روح اسال شيخ، روح اسال ازهر، دار الافتاء، لو كنت مسيحي اسال الكنيسه. اتس اب تو يو. هنا احنا بنتكلم في بيزنس بس، مش عايز اي كلام في الكلام ده خالص يا جماعه. اذنكم لا تقبله ولا مقبول تماما، لا في الاديان ولا في السياسه ولا حتى في الكوره على فكره. خلينا نتكلم في بيزنس يعني، خلي الموضوع نتعلم ثقافه ان احنا لكل مقام مقال. يعني حد يسالني مثلا، يسالني طبعا السؤال ده مش سؤال انت بس يعني، اسالني كتير مش لاقي جواب اقول الحقيقه، لان انا مش بتاعتي الحاجات دي خالص. كريم اوكي اتفضل كريم معلش سوري اتفضل. فاعتقد جبت اسمك عمر. كريم اتفضل. اتفضل كريم، حضرتك اميوتك. انا بس وليد مع حضرتك. سامعني؟ اتفضل. سامعني حضرتك؟ سامعك اتفضل. تمام. ده انا بس كنت عايز اشكر حضرتك بس على الكورس، وبشكرك على الكورس بتاع المايند سيت ده، جامد جدا. بشكرك عليه جدا. طبقت حاجه بس عايز بس اسال حضرتك على حاجه بس. هو الفكره انا ابتدي بايه الاول؟ بس في ليسن موجود جوه كل كورس دلوقتي بيقول لك تبتدي ازاي، هتلاقيه بالظبط لك اي واحد بالتحديد. يعني لو دخلنا على مثلا كورس الفيوتشر كونتراكت هتلاقي في ليسن موجود. انا تمام، انا كله انا بتكلم على الكورس بقى نفسه كشغل. لا بقول لك ابدا بايه الاول بس، انت تنصحني بايه؟ انا بقول لك اهو ده موجود فيه، هقول لك تبتدي ازاي، تبتدي بايه. اول كورس اهو ستادي بلان موجود في كل كورس، اتفرج عليها تعرف تبتدي ازاي، تبتدي باي كورس الاول وهكذا. بس شوفوا اسمه واتش ماست واتش ستادي بلان. وصلت؟ خلاص تمام يا مستر، هشوف. حاضر. اس دبليو one second. يوسف اوكي، دكتور سالي، كريم، نجلاء اتفضلي. اتفضلي نجلاء. كل سنة وحضرتك طيب. أنا كنت عايزة أعرف بس معلش ما أخدتش بالي، هو العرض الفلوس اللي هتدفع كام؟ 300 جنيه. المقابل هناخده ناخد إيه في الكورس ده؟ شامل إيه؟ كل حاجة لسي في أكاديمي. خلاص كل حاجة عندي كده حوالي 8 كورسات تقريبا على سي في أكاديمي. يعني بص البندل أصلا موجود طبعا، ده دي الأسعار بتاعت الأكاديمي طبيعية. البندل بكام؟ 318 دولار، ده سعرها أساسا بعيد عن المبادره. بتاخدي اكس على المبادره دي، بتاخدي اكس على كل الباندل دي اللي هي ادي الفوركس، فيوتشر كونتراكت، اسهم، افيليت، ديجيتال ماركتنج، بيتكوين، امازون اف بي اي، دروب شيبنج. 8 كورسات. مدى حاجه انا زيرو في التكنولوجيا عامه يعني، وفي اللغه مش عارف. فتجربه ان شاء الله تكون خير وتكون فتح الخير علينا كلنا ونقدر نستفيد يعني منها. اهم حاجه يعني بلاش كلمه التجربه دي. ما كل حاجه في الحياه تجربه. لا لا لا
امال ايه؟ لو انت حطيتي في دماغك ان كل حاجه انا بجرب، مع اول عقبه هتجيب اب. لما لا تعيش ما فكرتش وعايز في اسمعي كلامي اسمعي كلامي اسمعي كلامي اسمعي كلامي عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. عشان كده بقول دايما ادخلي اي كورس او حاجه تعملي، او قبل ما تفكري في اي بيزنس وقبل ما تفكري تعملي اي حاجه، اسمعي الستة ليسنز بتاعت تشينج يور مايند سيت فور سكسس، وهتفهمي انا قصدي ايه، وهتفهمي انا قصدي ايه. ده مهم جدا. لو حبيت ان انا اسمع ده تاني المحاضره بتاعت النهارده، انا مش عارفه اسمعها ازاي يعني. هي موجوده، هي ما هتعملها ريكوردنج، فممكن اخلي محمود يبعتها للناس اللي معاك، ولو اتكلمتي معاكي متواصله مع حد فيهم خليه يبعتها لك، مش مشكله. انا لسه مش متواصله مع حد، بس هحاول ان انا اتواصل بحيث ان انا عايزه اسمعها. انا بصراحه كنت مشغوله في وقت كده وفا ما سمعتهاش كلها. محمود لو انت بصيتي على الشات هتلاقي مكتوب الحجز والتواصل، وحاطط اللينك بتاع الواتساب بتاعه، ممكن تعملي عليه كليك هيوصلك الواتساب بتاعه. ماشي، ميرسي جدا لذو حضرتك وكل سنه وحضرتك. وهي موجوده على اليوتيوب كده كده، هحط النهارده موجود على اليوتيوب اوريدي، فبرضه لو انتوا عملتوا سبسكرايب اليوتيوب هتشوفوه على اليوتيوب النهارده فور شور. اوكي اس دبليو الو اتفضل. ايوه مستر وليد، ازي حضرتك؟ لو سمحت كنت عايز اسال على حاجه بالنسبه لحضرتك. كنت قلت لنا فضلت اللي انت تعمل اكاونت على امازون يو اس اي، مش لو انت في مصر يعني اشتغل على امازون يو اس اي وكده. هل ده ينفع ان انا اعمله حاجه زي كده، ولا لازم بيجبرني عشان امازون فتح في مصر فلازم اشتغل كل حاجه تبع امازون مصر؟ لا طبعا، مش لفه امازون يو اس اي. وانت بتعمل امازون سيل اب تختار انت عايز تبيع فين، انت حر. مش لو تعمل امازون يو كي يعني حساب امازون في مصر كان لنا ان انا في ايجيبت عادي، بس ابيع لمين دي قصه ثانيه. بالظبط اوكي. يعني انا لو عندي حساب في امازون اوريدي في مصر بشتغل بيه عادي يعني، ماشي. مش لازم اعمل كرييت اكاونت، ولا اقول له مثلا عايز اشتغل تبع يو اس اي وابيع في يو اس اي والكلام ده. تعمل حاجه اسمها سيلر اكاونت، بتختار عايز تبيع فين، كرييت موجود في الكورس مش ازاي يعني. حضرتك شرحه في الكورس اوريدي. آه طبعا. تمام طبعا. ماشي شكرا حضرتك مستر، شكرا. مين تاني يا جماعه سؤال؟ اعتقد كده خلصنا خلاص. طب يا جماعه في الساعه 4 عندي ميتنج مع اعضاء الكورس، الساعه 4 ل 10. لو عايزين تستنوا لحد الميتنج ما يبتدي وتحضروا معانا تسمعوا اون ميتنج، مش مشكله، فيل فري تو ستاي اف يو وانت. انا خلصت. تاني يا جماعه قدامنا بالظبط 24 ساعه حتى بكره ميد نايت، انا اوموست اكتر من 24 ساعه بشويه. العرض ده مش هيتكرر تاني. بعد الساعه 12 بالليل بكره هيبقى العرض بتاع الطبيعي اللي هو $318 لكل الكورسات كلها. جود لك، واتمنى اشوف كلكم ان شاء الله في سي في اكاديمي قريب جدا. انا خلي الشات مفتوح عشان نقول تاني بعد 10 دقايق في زوم ميتنج مع اعضاء الجروب، لو انتوا عايزين تستنوا في ستايل. That's it. Thank you. I'm unstoppable.